يقول جلال الدين الرومي: بالأمس كنت ذكياً فأردت تغيير العالم، اليوم أنا حكيم لذلك سأغير نفسي. التغيير دائماً يبدأ من ذواتنا، يبدأ من داخلنا. ليش دائماً نحاول نغير الناس اللي حولنا وأفراد المجتمع وإحنا نقدر أول شيء نبدأ بأنفسنا، نبحث عن الأشياء الإيجابية اللي فينا ونتدارك ونبتعد عن الأشياء السلبية اللي ممكن تطلع الشخصية أو النفس الزائفة. اكتشف نفسك مبكراً عشان تعرف شو أهدافك، شو طموحاتك وشو الإنجازات اللي تقدر تسويها للناس اللي حولك. ويمكن هذه التغييرات الإيجابية اللي تطرأ على النفس في البداية وتبدأ من داخل الإنسان ومن ذاته تقدر تغير هذا الكون وتغير العالم من حولنا، ويمكن أيضا تغير الناس وتخلينا نكتسب ثقة أكثر بأنفسنا وأيضا بالأشخاص اللي حولنا وبالعالم اللي حولنا. التغيير من النفس يخلينا دائما نكون أشخاص إيجابيين منجزين محققين لأهدافنا وطموحاتنا في الحياة. دائماً يمكن تلاحظ لما تغير من نفسك تبدأ نظرتك للحياة والأمور الأخرى وجميع الجوانب المختلفة المحيطة فيك، سواء في بيئة العمل، في بيئة المنزل أو البيئة الخارجية، تتغير وتكون للأفضل. نغير أنفسنا دائماً للأفضل وللأحسن، وبعدين رح يأتي التدريج والتغيير تدريجياً للعالم وللناس اللي حولنا. نبدأ أولى خطواتنا معاكم وأولى مشوارنا اليوم في أروقة الصحف الإماراتية وقالت الصحف مع شاهر. صباح الخير، أهلا بكم إلى أبرز ما عنونت به الصحف المحلية والخليجية لهذا اليوم، والبداية من صحيفة البيان. تلقى اتصالين من رئيسي جزر القمر والحكومة الليبية، أكد خلالهما وإدانتهما لاعتداء الحوثية على أبو ظبي. ومحمد بن زايد يبحث هاتفين مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقات الاستراتيجية والدفاعية خلال اتصالات هاتفية مع عبد الله بن زايد لوزراء خارجية من مختلف دول العالم، تضامن كامل مع الإمارات ضد الإرهاب الحوثي. نبقى في صحيفة البيان. الإمارات تدعو أمريكا لإعادة تصنيف الحوثي جماعة إرهابية. في خبر آخر، سموه يرحب بتأسيس مكتب النهار العربي في دبي. أحمد بن محمد برؤية محمد بن راشد ازدهار دبي مركزا إعلاميا محوريا بالمنطقة لم يتوقف منذ 20 عاما. في آخر خبر من صحيفة البيان، صقر غباش يبحث مع وزير خارجية أستونيا أو مع وزيرة خارجية أستونيا العلاقات الثنائية. في تفاصيل الخبر نقرأ: استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إيفا ماريا ليميتس وزيرة خارجية جمهورية إستونيا في مقر المجلس بأبوظبي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك شملت تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والسعي إلى حل مختلف القضايا بالجهود الدبلوماسية والحلول السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ننتقل إلى صحيفة الاتحاد والبداية. في عام 50 القطاع الصحي بإمارة أبوظبي يحتل الصدارة عالميا. ومحمد بن راشد للفضاء يعلن تطوير القمر الاصطناعي فاي التجريبي. في تفاصيل الخبر دعونا نقرأ: أعلن مركز محمد بن راشد الفضاء أمس تطوير النسخة التجريبية للقمر الاصطناعي فاي التجريبي الذي سيتم تحت مظلته توفير المنصة المعيارية للأقمار الاصطناعية U12 وذلك بالشراكة مع أوكيو تكنولوجي وستريم جيت. وستستضيف هذه المنصة حمولة اتصالات إنترنت الأشياء التي تتولى تخزين وإرسال البيانات المجمعة من أجهزة إنترنت الأشياء في المناطق النائية والصناعات والمركبات المستقلة باستخدام تقنية الجيل الخامس. وستحتوي أيضا على نظام دفع فرعي صديق للبيئة وآمن يستخدم الماء باعتباره مادة رئيسية للدفاع. في خبر آخر من صحيفة الاتحاد، سلطان بن أحمد يؤكد
على تقديم أفضل البرامج العلمية للطلاب. في آخر خبر من صحيفة الاتحاد، عبد الله المري يبحث تعزيز التعاون مع وزير السويد. في تفاصيل الخبر دعونا نقرأ: بحث معالي توماس نورث وزير البنية التحتية السويدي ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي غددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات السلامة المرورية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. ننتقل إلى صحيفة الخليج، والبداية من دراسة إنشاء منصة لسوق الكهرباء في الإمارات تمكن الشركات والهيئات من تبادلها في المستقبل. الإمارات تتيح للبنوك إعادة شراء 10% من أسهمها، وهو نظام جديد من المركزية يحدد الالتزامات التنظيمية. في آخر خبر من صحيفة الخليج، دبي أفضل وجهة للمسافرين حول العالم في عام 2022. في تفاصيل الخبر نقرأ: حلت دبي في المركز الأول في قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022 وفقا لموقع تريب أدفايزر. وفي الوقت نفسه تحتل دبي للمرتبة الأولى في فئة عشاق المدن، حيث تقول المجلة: إذا كنت تبحث عن أجواء الإضاءة الساطعة والمدن الكبيرة فلا يمكنك أن تفوت فرصة زيارة دبي، حيث تشتهر دبي بالتسوق الفاخر والهندسة المعمارية فائقة الحداثة والحياة الليلية المفعمة بالحيوية، وهي الوجهة النهائية لمحبي المدن. ننتقل وإياكم إلى صحيفة الأنباء الكويتية، والبداية موديرنا الأمريكية: طرح لقاح ثلاثي ضد كورونا أواخر عام 2023. في خبر آخر، دراسة تقول مصابو كوفيد بأعراض خفيفة لا يزالون عرضة للمشكلات في التركيز والذاكرة. في تفاصيل الخبر نقرأ: خلصت دراسة أجرتها جامعة إكسفورد البريطانية إلى أن من أصيبوا بكوفيد 19 ظهرت عليهم أعراض خفيفة، والذين لا يعانون من أي أعراض تقليدية أخرى لكوفيد طويلة يمكن أن يظلوا عرضة للتدهور أو لتدهور الانتباه والذاكرة لفترة 6 أشهر إلى 9 أشهر بعد الإصابة. المشكلات الذهنية التي تؤثر على مستويات التركيز إلى جانب النسيان والإعاء من سمات كوفيد الطويلة، وهي حالة تصيب البعض بعد نوبة العدوى الأولية، لكن لم يتم تحديد مدى انتشار المشكلات المرتبطة بالانتباه بعد الإصابة بكوفيد 19. وننتقل وإياكم إلى خبر آخر، والبداية من دراسة طبية: بعض أنماط النوم تساعد على تشخيص حالات الخرف. في تفاصيل الخبر دعونا نقرأ: توصلت دراسة طبية قام بها أطباء باحثون في مستشفى بالولايات المتحدة إلى بعض أنماط موجات الدماغ التي تحدث أثناء النوم يمكن أن تساعد في تشخيص حالات الإصابة بالخرف والحالات المتعلقة بوظائف الذاكرة واللغة والتفكير. ووفقا للأطباء القائمين على الدراسة، يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تحسين الطريق الآلية لاكتشاف أنماط موجات الدماغ وربطها بالوظيفة المعرفية. وننتقل وإياكم إلى موقع إكسبو، والبداية من زوار إكسبو 2020 دبي يستمتعون بروائع الغناء والموسيقى الملطية في ساحة الوصل. في خبر آخر، الإمارات والأردن وهولندا تحث على التحرك لمعالجة تحديات المياه والغذاء والطاقة خلال أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو 2020 دبي. هذه أبرز معلومات بها الصحف المحلية والخليجية لهذا اليوم، العودة إلى الزميلات. شكرا زميلنا شاهر على هذه الأخبار. أكيد إكسبو ما زال أمامه الكثير، وهناك العديد من الدول العربية وأيضا الدول الغربية التي تشتهر بالعديد من النكهات والعديد أيضا من الأكلات والنباتات المختلفة. اليوم جناحنا جدا مختلف، يجمع لزواره الأشجار الكثيفة عند دخولنا فقط من بوابة هذا الجناح، وأيضا غابات الأمازون ورائحة القهوة المميزة جدا. الجناح الكولومبي أو جناح كولومبيا يشتهر بتواجد العديد والمختلف من أنواع القهوة، رح نتعرف عليها معاكم وهذا المزيد في التقرير التالي. ك
Colombia is delighted to be here at Expo Dubai 2020. We think is a unique opportunity for Colombia to be in this wonderful country and in this incredible expo. Out of 192 countries participating, Colombia has a lot to offer because it's is a country full of opportunities. And also we would like to share the culture and all the insights of a country that is very rich and has a lot to share. What we wanted to do is to project a country that first of all is very green, thus all the trees around the pavilion, but at the same time is very pure and is very modern. So as opposed to most of the pavilions that have very closed structures, this one is very open, has a lot of light, very white, and it looks like a pavilion that is evolving. I wouldn't say that it's under construction, but on the contrary, it continues to grow. And that's what Colombia is all about. It's a country that that wants to grow, that wants to project itself as something different, and that people would like to discover, definitely. When people come to the Colombia Pavilion, we would like them, first of all, to discover that we have an artistic view through the Botero exhibit at the very entrance, that we are very rich in terms of landscapes and biodiversity, but also for the people to understand that we are a highly developed country that is booming in terms of education and in terms of development of other industries, and that, but most importantly, that we would like them to truly fall in love with the country, not only because of the beauty of it, but also because of the coffee, the fruits, and the chocolates. The participation of Colombia at Expo Dubai 2020, a unique opportunity to reboost the economic development after the pandemic. And we see that this market has a tremendous potential, not only the UAE, but also the Middle East, North Africa, and Southeast Asia. We have perceived that people are very willing to discover these countries where they may have heard about Colombia one way or another, because of its music, because of its football players, because of its coffee. We wanted it to truly position the country in the top of mind of the locals. يعني اكيد الاجنحه والدول المتواجده في اجنحه اكسبو 2020 في اماره دبي تتيح لنا التعرف على العديد من الثقافات والعادات والتقاليد الخاصه بالعديد من الدول، سواء كانت دول عربيه او دول غربيه، وايضا تعزز وتنعش الاقتصاد وبالاخص بعد وباء وجائحه كورونا. مواضيعنا اليوم مختلفة ومتنوعة وأيضا مميزة، راح نتكلم عن أهمية وجبة الإفطار، وأيضا راح نتكلم عن أهمية السرد القصصي الناجح، وراح نتكلم عن التحفيز وشد الانتباه لدى الأطفال في مرحلة التعلم عن بعد. فاصل ومكملين معنا مشواركم لهذا الصباح، انتظرونا. الأهالي دائما يهتمون بأطفالهم في العديد من الأمور وفي العديد من المجالات وأيضا مختلف الجوانب، ومنها وبينها يعني أكيد أهمية وجبة الإفطار لدى الأطفال. يمكن بعض الناس أو بعض الأهالي ما يعرفون فعلا هذه الأهمية لهذه الوجبة لدى الطفل، وممكن الطفل يروح المدرسة أو يطلع خارج المنزل بدون تناول هذه الوجبة. يمكن البعض ما يعرف هذه الفوائد والإيجابيات اللي تأثر على الطفل مستقبلا، سواء على صحته، على تركيزه، أو أيضا على انتباهه، سواء في الدراسة وفي العديد من الأمور في حياته. وطبعا هذه الوجبة جدا مهمة في حياتنا، ويجب دائما نحن نستشير يمكن الأطباء وأيضا اختصاصيين التغذية عشان نتعرف أكثر على فوائد هذه الوجبة في حياتنا وفي حياة أطفالنا بالتحديد. أطفالنا دائما يحتاجون إلى التركيز، خاصة في الدراسة وخاصة في العديد من الأمور الخاصة في حياتهم. عشان نتعرف على تناول الوجبة المتوازنة للإفطار لأطفالنا وكيفية تأثيرها على صحتهم وعلى أجسامهم، نرحب عبر تطبيق زوم بالدكتور عمرو الظواهري، رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى الزهراء في دبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير دكتور عمر، تسمعني؟ صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا فيك. سامعك كويس، أهلا بيكي. أهلا بيكي. دكتور، في البداية يعني لماذا أو هل فعلا يعني تتربع وجبة الإفطار على قائمة الوجبات من ناحية الأهمية؟
دي الوجبه الاساسيه اللي بنعتبرها هي اللي زي ما بيقولوا الوقود بتاع التشغيل الذهني والبدني للاطفال بالذات. فوجبه الافطار دي هي الوجبه الاساسيه، ووجبه الافطار من لازم تكون وجبه، مش بس نقول وجبه افطار وخلاص، لازم نقول وجبه افطار صحيه، علشان الوجبه دي اللي بتستمر معانا لنهايه اليوم، وهي تمثل الاساس في كل الوجبات بعد كده. وبنركز فيها كمان على حاجه صغيره قوي، لما تكون الوجبه دي صحيه، انت بتبني خصوصا في الاطفال اللي هم بقى لهم مثلا بيخشوا يناموا من الساعه 8 بالليل ولحد الساعه 8 الصبح او 7 الصبح، بيوصلوا 12 ساعه فاقدين الاكل والشرب، فلازم نعطيهم الوجبه الصحيه اللي يقدروا يواكبوا اليوم بيها. فزي ما قلت لك، هي تعتبر الوقود اللي بيقدر بيها تكمله اليوم او بدايه اليوم للطفل. صحيح. يعني دكتور، انت ذكرت يجب ان تكون وجبه صحيه، عشان كاهالي نجعلها وجبه صحيه اكثر او بشكل كبير، شو هي المجموعات الغذائيه او العناصر الغذائيه التي يجب توافرها في هذه الوجبه؟ تمام. احنا في دايما الامهات بتيجي تشتكي في الدقيق، بتشتكي دكتور الطفل الصبح ما بيجيش عايز يقوم ياكل. صحيح. او ان هو دكتور لا مش عايز يفطر، او ساعات نعطي له الوجبه بتاعته ويخليه يروح المدرسه بيرجعها زي ما تيجي. كل الريسيرش وكل الابحاث قالوا ان طبعا الوجبه للطفل في الفطار وجبه مهمه جدا. طب ازاي ان احنا نهيئ للطفل ان هو نساعده ان هو يفطر، وايه التكوينات الوجبه دي، وازاي الام تساعد طفلها انه يتقبل وجبه الافطار. انت عارفه ان الاطفال هم شباب المستقبل، فلما بتبنيهم كويس بنبني مجتمع كويس جدا. فالفطار مشكلته كلها ان الطفل لما بيقوم من النوم، ساعات بتقول للام بحاول اقوم الطفل ما بيقومش معايا، ما بيرضاش يقوم. فبنقول لها على الاقل ان احنا قبل ما ينام الطفل، طبعا اكل صحي، العشاء يبقى عشاء صحي، ما فيش اكل بره البيت، كل الفاست فود او الاكلات الوجبات السريعه بنمنعها تماما، وخصوصا اثناء الليل. لان الطفل لما بياكل اكل تقيل، وخاصه لما بيكون فيه دهون كتير، ما بيقدرش يقوم الصبح كويس، وبيساعدوش ان هو ياخد فطاره كويس. فدي اول حاجه. تاني حاله، ان الطفل لما بنقومه الصبح لازم نعوده على الفطار. يعني ايه نعوده على الفطار؟ نعوده من الاساس ان في وجبه فطار، فيقوم امتى؟ هي وجبه الافطار دايما بتبقى من الساعه 7 للساعه 11. فلما يقوم من النوم لازم تهيئه الام ان في وجبه الافطار دي وجبه اساسيه ويتعود عليها. وبقول للاهالي دايما اعملوا الاسره تفطر مع بعض، وتخلي الطفل قبلها بيوم بيحضر يعني يفطر ايه بكره، او يشتري الحاجات بنفسه. صح. مع الام، لانهم القدوه دكتور. إيه يعني اذا الاهالي ما تناولوا وجبه الافطار، بالتالي الطفل ما بيتناولها. يعني الاهالي هم القدوه. بالزبط. الطفل يمكن في هذه المرحله يقلد الاهالي بشكل كبير. بالظبط. فاحنا عايزين نخلي الاهل دبي القدوه على وجبه الافطار، حتى لو الاهل ما كانوش متعودين، لان في بعض الاحيان الناس الكبار تقول لك انا مش قادر اكل، ما بقدرش افطر الصبح. نتعود الاول ناخد حتى سكيمد او زبادي منزوع الدسم مره، ثاني يوم خبز التوست القطع مع مربى او جبن، نقعده معاه ونخليه هو كمان يحضر الفطار معانا، فيبقى الفطار شيء مقدس عندنا. ده بلس ان هو بيقعد من 10 ل 12 ساعه في المدرسه، غير ايامنا احنا دلوقتي الدنيا اتغيرت، بقى المدارس تقعد فترات كبيره. صحيح. فلازم يقعد من الصبح للظهر في المدرسه بالظبط، فلازم ياخد وجبه معاه كمان عشان تهيئه لاخر اليوم، لان الطفل ده مطلوب، الذهن بتاعه يبقى كويس، حركاته تبقى كويس، نبنيه كويس. فدايما الام نقول لها ضروري لازم ننوع الاكل، وما نجيش مثلا زي تعطيه مثلا ايه خبز مثلا يروح معاه في البيت. دي كلها عباره عن كربوهيدرات، الكربوهيدرات ممكن تخلي الطفل مستوى ساعتين عنده الطاقه عنده كله، بس لازم يبقى فيه كربوهيدرات، لازم يبقى فيه بروتين، لازم يبقى فيه دهون. لازم نقول لها خلي بالك في الميه مهمه جدا، المشروبات العصير، الحليب، كل ده التنوع معانا. ما بقولش ان هو تحط كميات كبيره او ان هو يرجعها، لا، كل طفل وكل سن ليه تايم معين. يعني لو احنا خدنا طفل من سنه لسنتين وهو مثلا بيروح حضانه او شيء، دوت الطفل دوت بيكون دايما وجباته بتبقى قليله، فنقول الام خلي وجبات بسيطه وتخليها متنوعه وتخليها الفريكوانسي بتاعها زياده. الطفل اللي من سنتين او ثلاثه لاربعه، الطفل ده بيحب
يكون له وجبه معينه وبيحب يبقى مركز عليها. نقول الام حتى مثلا لو بيض مثلا في زي مثلا البيض نحط فيه خضار، ممكن نحط فيه بروتينات، ممكن نحط فيه سلايدز مع تشيز، فهو هيتناول ويتعود. الاطفال بتتعود يا جماعه، ما نقولش ابننا ان هو لا انا مش عايز، هو مش عايز، هو مش طايق، لا احنا نعوده، احنا نهيئه ان الحاجات دي مطلوبه. صحيح، يعني احنا ما نخليها على راحته دكتور، او نفس ما ذكرت اهميه تنويع المجموعات الغذائيه. دكتور لو نتكلم عن السكريات، احنا جميعنا متفقين سواء يعني انتم الاطباء او الاهالي ان الطفل يعني في هذه المرحله وايد يحب السكريات ويحب الحلويات، هل من الممكن اضافه بعض الاكلات اللي تحتوي على السكريات للطفل في هذه الوجبه؟ طبعا طبعا، ما انا خبرتك في الاول ان احنا عايزين الكربوهيدرات اللي مدمناها السكريات، بس تبقى حاجة بسيطة بنسبة بسيطة، بنسبة معقولة. احنا عايزين نحافظ نسبة الأنسولين في الجسم، فلازم ندي وجبة تحتوي على بروتين، تحتوي على كاربوهيدرات اللي هو زي السكريات، وبتحتوي في الآخر على الدهون. الدهون للطاقة، الكربوهيدرات بتدينا نسبة الأنسولين وتحافظ عليها وتدينا الإنرجي في نفس الوقت، والبروتين، البروتين عشان العضلات. احنا عايزين الطفل دوت أول حاجة عظمه يبقى كويس، عايزين عضلاته تبقى كويس، ذهنه يبقى كويس، المناعة تبقى كويسة. غير السلوك يا جماعة، السكريات والبروتينات بتحسن البيهيفير بتاع الطفل. صحيح. بلس اللي احنا عايزين نضيف بعض المكونات. دكتور معاي تسمعني؟ العظم بتاع السن او العظم. دكتور تسمعني؟ الو؟ اي انا اسمعك. دكتور تفضل. كمل اسمعك تفضل. دكتور عمر معاي؟ العظم بتاع الطفل محتاج ايه؟ محتاج معاكي تمام اتفضل. الطفل محتاج بعض الاشياء مخصوص، يعني نمو العظم بتاعه محتاج فيتامين د، محتاج الكالسيوم، العضلات محتاج بروتين، التخزين اللي عنده محتاج سكريات، المناعه محتاجه بروتينات، فلازم نبني الطفل وننوع الاكل. مفيش حاجه ام انا مش بدي سكر خالص، ما هو ده غلط، انك ما تديش سكر خالص ده غلط. بتجيلي امهات تقول لي لا 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 ما بدوش. يمكن فعلا دكتور نفس ما قلت نستخدم السكريات بطريقه معتدله. دكتور يعني سؤال مهم جدا، هل ممكن السكريات تزيد من حركه الطفل وتخلي فعلا الطفل يعني يتحرك بشكل زائد او تزيد من النشاط، ولا هي فقط يعني مثلها مثل باقي المجموعات الغذائيه؟ لا، السكريات فعلا عشان بيزيد الميتابوليك ريت وبيزود الطاقه للطفل، فبيبدا يتحرك كتير ويبقى هايبر اكتيف، بلس ان دي بتساعد على الاوبيزيتي كمان. ومن ضمن الحاجات اللي بوجه فيها للام بقول ان لازم وجبه الفطار شيء اساسي بالنسبه للسكريات، كمان تبقى نسبه بسيطه، لان الطفل ده لو ما فطرش هيبدا يجوع طول اليوم، وهتبدا نسبه النشاط بتاعته والتنبيه والتعلم والسلوك بتاعه كمان يبدا يقل، فيجي يرجع البيت جعان جدا وياكل سكريات كتير جدا بشراهه، فكل ده هيحصل في ايه؟ ممكن تؤدي في الاخر للسمنه، والسمنه في الاطفال ممكن تؤدي في الاخر لمرض السكري، وممكن تؤدي بعد كده في المستقبل، ممكن تؤدي الى القلب، ممكن تؤدي الى مشاكل عند الكبر. فعشان كده بقول للام دايما حافظي على وجبه الفطار، نوعي في وجبه الفطار، غذاء صحي مهم جدا، نتعود ان احنا نخلي الطفل يفطر، ندي وجبات حسب الطفل وسنه حسب احتياجاته دكتور، ونفس ما قلت عشان عمره وما يحس ان الوجبه يعني الكميه كبيره وبالتالي تشوفه ممكن يرفض ياكلها. دكتور لو نتكلم عن الاوقات او الوقت المناسب لتناول هاي الوجبه، ويجب انه يكون بانتظام ولا ممكن تغيير يعني من وقت الى اخر مثلا حسب متى راح يصحى الطفل من النوم؟ لا، ما احنا ده اللي كنت بتكلم عليه، وكنت عايز انوه كمان على الام، لازم تعود الطفل انه يصحى بدري، لازم يكون عنده وقت انه يلبس ويستعد ويغسل سنانه ويوضب هدومه ويوضب كل شيء ويجي يحضر الفطار، لازم الفطار يبقى حاجه مقدسه. فالفطار ممكن زي ما قلت لحضرتك من الساعه 6:30 او 6 لحد الساعه 10 11، لكن كل ما كان بدري احسن علشان خاطر يبقى يقدر يهضم ويروح المدرسه وهو مستعد جسمانيا وذهنيا، ويبدا يقاوم الاكتيفيتي بتاعته ونشاطه وكل الكلام ده. فلازم يبقى حاجه مقدسه وحاجه منظمه. ان هو يتاخر شويه او يبقى فيه ديفكت في النص او التاخير شويه مفيش مشاكل، بس على اساس ان يكون في حوار او في محور
ان هي ساعة او ساعتين مش اكتر من كده. وهو صحيح. لما يتعود في المدرسة هو الطفل تعود بتصير عنده عادة دكتور صحي بيتعود اكيد الطفل على وجبة الافطار سواء في المنزل او خارج المنزل او حتى لما يروحون المدرسة. دكتور لو نتكلم يمكن بعض الامهات يمكن يهملون هذه الوجبة او هذه يعني المجموعات الغذائية خاصة في وقت الفطور او وقت الصباح لانه مش عارفين لها تأثيرات اخرى بجانب التأثيرات على الصحة، ما مدى اهمية وجبة الفطور للتركيز وايضا الانتباه الخاص بالاطفال؟ طبعا انت في مواد معينه بتخش في التنبيه للاطفال زي الفيتامين بي 12 زي الزنك مهم جدا حتى في سلوك الطفل لان من ضمن الحاجات اللي بتخلي الطفل هايبر اكتيف او تخليه خامل هي الزنك والفيتامين بي 12 فيتامين دي كمان. فاحنا لما نغذي الطفل ونديله كل العناصر الاليمنت كلها مش مشكله الاكل المهم العناصر الموجوده في الاكل وبس، البروتينات زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي السكريات لان زي ما قلنا قبل كده ان السكريات من الحاجات المهمه عندنا بس ما نديش بكميه لا في حدود المطلق دي. فانك تعطي الحاجات دي كلها بتساعد الطفل الكالسيوم بالذات كمان بتساعد الطفل على التنبيه على الاستذكار على انه يبقى سلوك لان دلوقتي احنا كلنا بعد موضوع الكورونا بتجي لي حالات كتير قوي البيهيفير بتاع الاطفال اتغير حسن لما كان جالسين في البيت فهم بداوا يرجعوا المدارس تاني فلازم نهيئهم جسمانيا وعقلانيا مش بس جسمانيا الاثنين. فالعقل كمان عايز بعض التنوع في الاكلات زي ما خبرت حضرتك الفيتامين بي 12 فيتامين دي عندنا الكالسيوم الزنك المغنيسيوم الالياف مهمه يا جماعه كمان عشان خاطر الهضم وعدم الشعور بالامساك فكل الكلام ده بلس ان احنا لازم زي ما اتفقنا نحبب الطفل في الافطار ولازم كمان ان احنا الوجبه اللي واخدها مع المدرسه في وجبه لازم تتاخد مع الطفل المدرسه ولازم نحببه فيها من حيث المنظر الشكل وكله زي ما اتفقنا التعود اهم شيء. صحيح دكتور ونخليها عاده عند اطفالنا وعند ابنائنا واكيد يعني وجبه الفطور مهمه مثل ما ذكرت تؤثر على صحه الطفل على جسمه وايضا على شد الانتباه والتركيز في المراحل الدراسيه والمراحل التعليميه. دكتور عمر الظواهر رئيس قسم طب الاطفال بمستشفى الزهراء باماره دبي شكرا لتواجدك معنا اليوم عبر زوم يعطيك العافيه. شكرا جزيلا مع الف سلامه. مع السلامه دكتور. يعني أكيد مشاهدينا وجبة الإفطار هي وجبة جدا مهمة لأطفالنا ومش دائما ممكن ناكل هذه الوجبة في البيت ممكن نطلع ونستمتع بالأجواء الجميلة في دولة الإمارات ونروح ونزور العديد من الأماكن التاريخية التراثية لهذا دولة الإمارات دائما تسعى لتحقيق وتوفير العديد من وسائل المواصلات تخلينا نوصل لهذه الأماكن بكل راحة وبكل سهولة قطار الاتحاد هذا الإنجاز اللي سوف يربط دولة الإمارات والإمارات السبع ببعضها البعض بكل سهولة لقد أعلن عن إنجاز مراحله الأولى وما زال أمامه الكثير في هذا المشروع الضخم والكبير المزيد معكم في هذا التقرير. رؤية دولة تتجسد من خلال حزمة من الإنجازات الرائدة التي تساهم في تسهيل تحركات المقيمين على أرضها. دولة الإمارات العربية المتحدة تواكب كل ما هو جديد وما يخدم مصلحة سكان الدولة وزوارها على حد سواء. يتجسد ذلك وبقوة في جودة وسائل النقل والمواصلات المتوفرة في كافة إمارات الدولة. مشروع قطار الاتحاد الذي بدأت مرحلته الأولى عام 2016 تحت إشراف شركة الاتحاد للقطارات أبوظبي. قطار الاتحاد الذي يربط كافة مدن الإمارات بعضها البعض سيمتد في المراحل المتقدمة إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان. يذكر أن قطار الاتحاد يمتد لمسافة 1200 كيلومتر مربع تتضمن عددا كبيرا من المرافق التي تشمل المخازن والمحطات وغيرها. يقدم قطار الاتحاد في الإمارات العديدة من المزايا المتوقعة ومنها ما قد أصبح ملموسا على بعد الانتهاء من المرحلة الأولى. بالطبع هناك العديد من الفوائد الاقتصادية التي توفرها شبكة الاتحاد تشمل خفض تكاليف الشحن واختصار الوقت المستغرق في السفر خلال رحلات الأعمال. ومن الناحية الاجتماعية فإن الشبكة سوف تربط العديد من المناطق ببعضها البعض
وتساعد في اتساع التجمعات الصناعية والعمرانية، وسوف تشهد المنطقة تطوراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً من خلال توفير فرص العمل ووجود تنوع صناعي في المنطقة. أما بالنسبة للفوائد البيئية، فإن قطاراً واحداً يغني عن وجود ما يقرب من 300 شاحنة على الطريق، مما يعني انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70 إلى 80% مقارنة بعدد الشاحنات المطلوب لنقل نفس الحمولة لنفس المسافة. يعني إنجازات دولة الإمارات ما زالت مستمرة، فنحن دائماً في الصدارة، دولة اللا مستحيل، دولة الرقم واحد. وليس فقط إنجازات دولة الإمارات تكمن في التنقل وعالم المواصلات، لكن أيضاً هي دائماً في الصدارة في عالم الاقتصاد. لهذا أعلن صندوق النقد العربي عن محافظة دولة الإمارات على المركز الأول، مركز الصدارة في مؤشر التنافسية في الاقتصادات العربية، وقد احتلت في المجموعة أو على المجموعة ككل المركز الأول في البيئة وجاذبية الاستثمار. هذا أكيد يدل على مكانة دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي، وأيضا أنها دائما تحتل هذه المكانة الكبيرة والمكانة الأولى في هذا المجال. دولة الإمارات لا تكتفي دائما بمجال واحد، لكن متعددة المجالات، متعددة القطاعات والأشياء المختلفة وأيضا المتنوعة اللي تخلي دائما دولة الإمارات تتصدر العالم أجمع، حتى في الأعمال الإنسانية والأعمال الخيرية. حملة لنجعل شتاءهم أدفى، هذه الحملة أكيد اللي جمعت العديد من التبرعات، وبلغت قيمة التبرعات 11 مليون دولار، لكن كان المتوقع أن يحصلون على 10 مليون دولار، لكن ولله الحمد حصدت الحملة هذا المبلغ الكبير. وطبعا كانت هذه الحملة من اليوتيوبر حسن سليمان المعروف أو الملقب بأبو فلة، وكان أيضا بالشراكة وبتنظيم مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأيضا بالشراكة مع الشركة العالمية للألعاب الرقمية جالكسي ريسر. طبعا هذه الشركة هي التي تدير أعمال وأنشطة هذا اليوتيوبر، وطبعا صمموا أو قاموا بهذه الحملة ولله الحمد، وجمعوا هذا المبلغ الكبير ليتم إرساله للعديد من الأسر في العالم العربي وأيضا أفريقيا، ليغطي بما يقارب أكثر من 100,000 أسرة من اللاجئين المحتاجين لهذه الملابس الشتوية وغيرها من احتياجات الشتاء، أكيد لنجعل هذا الشتاء معهم أدفى. والمعروف عن حسن سليمان أو المعروف بأبو فلة أنه أكيد يعني شخص دائما يسعى للأعمال الخيرية، ويستخدم يعني كأنه يوتيوبر أو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي أن يستخدمها في هذه الأعمال الإنسانية. هذه هي عمارات يا سادة، جزاكم الله ألف خير، ما قصرت، الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، وبيجعل في ميزان حسناتنا يا رب. 10,776,000 دولار، 107,000 عدد العائلات المستفيدة، أكيد جميل يعني مشاهدة مثل هذه اللحظات، تشجيع الناس من خلال الناس المتواجدة على صفحات المواقع الاجتماعي، اليوتيوبر، البلوجرز، وأيضا الانفلونسر، أنهم يكونوا فعلا أشخاص مؤثرين ويتواجدون في مثل هذه الأعمال الخيرية والإنسانية. دولة الإمارات العربية المتحدة ليس بالغريب عليها أبدا أن تكون في الصدارة ومن أوائل الدول اللي دائما تجمع هذه المبالغ الكبيرة وهذه التبرعات، أكيد قدوة بالأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل هيان طيب الله ثرى. العديد منا يمكن يعبر عن هذه الأشياء من خلال السوشيال ميديا أو من خلال التبرع، ويمكن بعض الأشخاص يحبوا يعبرون عن أنفسهم من خلال القصص ومن خلال الكتابات. أهمية القصص أو أهمية السرد القصصي وكيف يكون ناجح وعناصره وأهم مقوماته رح نتعرف عليها معاكم اليوم مع ضيفنا في الاستديو الكاتب والشاعر الأستاذ جميل داري. صباحك الله بالخير أستاذ. صباحك الله بالنور، نورتنا، يعطيك العافية. صباح الخير، شو أخبارك؟ الله يخليك، تسلمي، الشكر. يعطيك العافية. تسلمي. يعني أستاذ جميل، اللغة العربية هي بحر يعني من اللغة ومن المعاني وأيضا من المفردات ومن المعاجم. لو نتكلم عن الإمكانيات اللي خلت اللغة العربية تتربع في السرد القصصي وفي عالم القصة. بمناسبة اللغة العربية بحر، ذكرتني ببيت مشهور. يعني تسكت شيء لحظة. نعم، البحر يذكر بالبحر. فحافظ إبراهيم له قصيدة مشهورة يقول في البيت الأول: أنا البحر، بلسان اللغة العربية، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ صحيح. طبعا اللغة العربية لغة غنية معروفة، تمتد إلى ما قبل الإسلام ب 150 إلى 200 عام، ما سمي بالعصر الجاهلي، حيث وصل إلينا الشعر الجاهلي كاملا دون نقصان. فكأني باللغة العربية لا طفولة لها وكذلك لا شيخوخة، عرفناها وهي تضج بالشباب وبالحيوية منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا. ولا أدل على ذلك من أن كتابنا الحاليين ما زالوا حتى الآن قسما كبيرا منهم يقلدون هؤلاء الشعراء الفطاحل، سواء من الجاهلية أو في الفترات اللاحقة. أما القصة فأيضا اللغة العربية تصول وتجول في مجال القصة منذ الجاهلية أيضا وحتى الآن، ولا أدل على ذلك من قصص القرآن الكريم. صحيح. ثم بعد ذلك جاء عصر آخر ظهر فيه ألف ليلة وليلة، وقبل ذلك مثلا ترجمة كليلة ودمنة من الهندية إلى الفارسية، ثم من الفارسية إلى العربية على يد ابن المقفع. فالعلاقة وثيقة وجدلية ما بين اللغة العربية والفنون جميعا، بما في ذلك فن القصة القصيرة أو الرواية أو ما إلى ذلك. صحيح. يعني أستاذ جميل، هذه اللغة التي تتميز بهذه الأمور وهذه الإمكانيات اللي يمكن تميزها عن العديد من اللغات في العالم أجمع، لو نتكلم عن أساسيات اللغة العربية الخاصة بالكتابات، سواء كتابة القصة أو كتابة الرواية. طبعا أنا لا أستطيع أن أقارن بين اللغة العربية وبقية اللغات العالمية التي تسيطر الآن على الساحة السياسية والأدبية وغيرهما، كاللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. لكن اللغة العربية هي من اللغات العالمية التي لها قدر وقيمة على المستوى العالمي، فعدد الذين يتكلمون بها يصلون إلى مئات الملايين، ربما 400 مليون أو 500 مليون، هذا عدد لا يستهان بها. فهذه اللغة ليست عاجزة أن تعبر عن الحياة ككل، سواء كانت عن العلوم أو الآداب أو ما إلى ذلك. لكن عندما نرى أن اللغة العربية بينها وبين العلوم أو لغة العلوم انفصام وانفصال، فهذا لا يعود برأيي إلى عيب فيها بقدر ما يعود إلى عيب الذين يتكلمون. صحيح. بهذه اللغة أو ينطقون بها. مثلا في العصر العباسي كانت اللغة العربية تقريبا لغة عالمية، كان الذين يدخلون في الإسلام يتقنون هذه اللغة من الأعاجم، وكانوا يتفوقون على العرب في هذا المجال. ولا أدل على ذلك من أن علماء النحو واللغة بشكل عام كانوا من الفرس ومن العاجم الآخرين الأخرى، ولا سيما سيبويه وآخرين وآخرين. فاللغة العربية لغة حية، على الرغم من أنها تعرضت عبر التاريخ القديم والحديث إلى نكسات وإلى نكبات، إلا أنها دائما عندما كانت تتعثر تنهض ثانية من كبوتها. صحيح. يعني هي لغة حية أكيد أستاذ جميل، وأيضا لغة حيوية. لو نتكلم عن أنواع الكتابات الإبداعية في مجال اللغة العربية. اللغة العربية كغيرها من اللغات تطرقت إلى الفنون جميعا، إلى القصة وإلى الرواية وإلى الفنون الشعرية وما إلى ذلك، وقد أبدعت فيها جميعا.
يعني خاصة في عصرنا الحديث ظهر عمالقة في مجال السرد الروائي والقصصي والقصيدة الحديثة، مثلا نجيب محفوظ نال جائزة نوبل من وراء رواياته المكتوبة باللغة العربية. صحيح. يعني صار عالميا من خلال اللغة العربية، لا بل من خلال الأحياء القاهرية التي تحدث عنها، ولا سيما في ثلاثيته بين القصرين وقصر الشوق والسكرية وغيرها من الروايات. أيضا المصري الآخر الذي عاش في أمريكا نال نوبل لكن في مجال العلوم، اللي هو أحمد زويل، لكنه نالها بفضل وجوده في الغربة وإتقانه للغة الإنجليزية. فإذا العيب ليس في اللغة، وأؤكد على هذه الفكرة، أن العيب هو في الإنسان الذي يتعامل مع هذه اللغة. فإذا استهان بها فأن هذه اللغة ستتراجع، قد لا تموت لكنها ستتراجع وتتخلف، وإذا اهتم بها فإنها ستنهض وتلعب دورها كما يجب. صحيح. يعني أستاذ جميل، لو نركز أكثر على الكتابات الإبداعية أو أنواع الكتابات الإبداعية، هل هي فقط تتركز على القصة والرواية، ولا هناك أيضا أنواع أخرى ممكن أن يبدع فيها الكاتب؟ طبعا الأنواع الأدبية كثيرة، الرواية، القصة، الأدب الرحلات، المقالة، الخاطرة، السيرة الذاتية، السيرة الغيرية، كل هذه الفنون عبر عنها الأدباء العرب خير تعبير، ولا سيما في عصرنا الحالي. فهي كما قلت ليست عاجزة في أن تعبر عن أي فن من فنون الأدب، سواء كان نثرا أو شعرا، رواية أو قصيدة. صحيح. يعني أستاذ جميل، ذكرنا أن الكاتب ممكن أن يبدع في بعض الكتابات أو في بعض المجالات في اللغة العربية، كيف ممكن للكاتب من خلال هذه الأنواع الإبداعية، سواء القصة، الرواية وغيرها من الكتب، أن تجعل يعني القارئ أو تحفز الإبداع والخيال أو هذا العنصران عند القارئ عندما يقرأ مثل هذه الكتب؟ صحيح. الكاتب بشكل عام المبدع لا يكتب لنفسه، صحيح هو يكتب لنفسه لكن في الوقت نفسه يتوجه إلى الآخر، فعندما لا يكون هناك الآخر أيضا هو لمن سيكتب؟ للفراغ، للعبث. ذكرتني بشيء مهم جدا قبل أن نتحدث عن القارئ المتلقي، الكاتب القارئ. أي كاتب لا يمكن أن يصبح كاتبا مرموقا إلا إذا قرأ كثيرا. أنا مبدأي في الحياة اقرأ كثيرا واكتب قليلا، لكن في زماننا هذا انعكست الآية عند معظم الجيل الجديد، جيل الانترنت وما إلى ذلك، أنهم لا يقرؤون أو يقرؤون قليلا ولكنهم يكتبون كثيرا. هذا الكثير غث لا قيمة له. فالأدب أصلا هو موجه إلى الآخر. صحيح. فإذا لم يكن موجه إلى الآخر، يعني أستاذ جميل، بين الاثنين، بين الكاتب والقارئ. نعم، هي علاقة جدلية بين الكاتب المبدع وبين القارئ. لا قيمة لأدب لا يقرأه قارئ. يعني عندما إنسان ينشر ديوانا أو رواية فلا يرى انعكاس ذلك لدى الآخرين فأنه يصاب بالإحباط وقد لا يكتب مرة ثانية. صحيح. يمكن نفس ما قلت أستاذ جميل، هذا الانعكاس أو هذا الترابط بين الكاتب والقارئ يجعل القارئ أكثر يبحر يمكن في عالم الخيال وعالم الإبداع. برأيك كيف ممكن يحفز الكاتب القارئ على هذا الخيال وهذا الإبداع؟ طبعا القارئ عندما يقرأ لكاتب ما فإنه يتأثر به، بلغته، بأسلوبه، بطريقة تفكيره في الحياة. أنا أتذكر عندما كنا شبابا كنا نقرأ لمكسيم غوركي فنتأثر به، نقرأ لمحمود درويش، نشعر بأنهم يكتبون عنا أو أنهم أساتذة لنا يوجهوننا كيف نفكر وكيف نعيش. أتذكر كمثال على هذه النقطة مثلا رواية الشيخ والبحر لهمنغواي، رواية جميلة عريقة تحولت إلى فيلم سينمائي. ملخصها ماذا يقول؟ يعني الفكرة العظيمة التي لخصها الكاتب بمئات الصفحات تقول: قد يتحطم الإنسان لكنه لا ينهزم. فمثل هذه الفكرة عندما يقرأها القارئ ينتعش روحه، تنتعش أفكاره، تنتعش الأفكار التي تكون هاجعة أو ميتة في داخله، تنهض مرة ثانية مثل طائر الفينيق الذي يحلق من جديد. فالكاتب الجيد يخلق قارئا جيدا بالضرورة.
صحيح. ويمكن نفس ما قلت استاذ، من خلال الكلمه او من خلال هذه الجمله تبعث الروح مره اخرى في القارئ، خاصه لو كان يمكن واصل لمرحله الاحباط او شاف انه شخص محطم ولا يمكن العوده مره اخرى للحياه. استاذ جميل، ما رايك بالكتاب اللي يحبوا ينوعوا في الكتابات، سواء كانت الكتابات ابداعيه او الانواع الاخرى، ما مدى اهميتها للقارئ؟ نعم، هذا يعود الى الموهبه الموجوده عند هذا الكاتب او ذاك. فبعض الكتاب يكتفون بالروايه لان لديهم موهبه واحده، وبعضهم الآخر مواهبهم مثل الشجرة التي تتفرع إلى أغصان كثيرة. مثلا أتذكر في هذه العجالة جبرة إبراهيم جبرة الروائي الفلسطيني، كان يكتب الرواية وكان موسيقيا وكان يرسم وكان يكتب القصة القصيرة وكذلك القصيدة، فلديه مواهب كثيرة. معظم كتابنا لديهم أكثر من موهبة واحدة، ولكنهم قد يتفوقون في هذه على حساب تلك. فجبرة مثلا بارع في الرواية، بارع في النقد، لكن في القصة ليس الأمر كذلك، وكذلك في الشعر. فالإنسان الموهوب الذي تتعدد يعني مجالاته يكون تأثيره أعمق على القارئ. وبمناسبة القارئ، ليس كل قارئ هو قارئ، هناك القارئ العادي الذي يقرأ ربما لدفع الملل أو للتسلية، وهناك القارئ الذي يريد أن يتسلى، وهناك القارئ الأهم اللي هو القارئ المبدع أو القارئ الناقد، يقرأ العمل الأدبي من أجل أن يبدي نظره أو رأيه في هذا العمل، ما له وما عليه. أنا أعتبر نفسي مثلا قارئا ناقدا، يعني لا أقرأ أي شيء للتسلية، أقرأ لأرى ماذا يقول هذا الكاتب، ماذا يريد أن ينقل لي، وخاصة إذا كان اسمه جديدا علي. فإذا رأيت أنه لا يقول شيئا أنصرف عنه وأعود إلى كتاب القدماء الذين تربيت على يدهم، اللي تعود على قراءاتهم أو وآخرين كتبهم. وآخرين صحيح. نفس ما قلت أستاذ جميل، يمكن لكل قارئ يمكن هدف معين أو هدف مختلف عن القارئ الآخر. البعض ممكن للتسلية، والبعض يعني حاب يستفيد، والبعض مثل ما ذكرت يمكن للنقد وأيضا للتثقيف. بتكلم أستاذ جميل عن القصة أو السرد القصصي، شو أكثر المواضيع اللي ممكن يطرحها الكاتب من خلال هذا الأسلوب في الكتابة؟ هو السرد جزء من عالم القصة. السرد يعني هو الطريقة أو الطريقة التي يتبعها الكاتب في سرد أو في حكاية هذه القصة، وهي تختلف من كاتب إلى آخر. السرد موجود حتى في الشعر، يعني حتى الشاعر عندما يقول بيتا قد يكون فيه قصة أو سردا. هذا يعيدني إلى الأسلوب. الأسلوب هو الكاتب، بقدر ما يكون هذا الأسلوب سهلا ممتنعا بقدر ما يجذب القراء ويجذب الآخرين. فالأسلوب هو جزء من القصة وليس كل القصة. وهنا لي ملاحظة أخرى، أن الأسلوب أو السرد يتعلق بالرواية أكثر من القصة، لأن القصة مكثفة تختلط فيها العناصر، مثلا الزمان، المكان، الشخصيات، الحدث، الحبكة، العقدة، صحيح، الهدف إلى آخره، فكلها تختلط مع بعضها، يكون جزء من القصة هو السرد. ولكن يتوسع مجال السرد في مجال الرواية، حيث أن الروائي يقول ما يلزم وما لا يلزم ولا نستطيع أن نحاسبه. ولكن في القصة إذا سرد جملة زائدة نقول هذه الجملة فيها حشو، فيها ترهل، لا تعطي شيئا جديدا كان ينبغي أن تحذف. هذا يتعلق بالقصة القصيرة الجديدة وكذلك بالقصيدة الجديدة. صحيح. يعني ذكرت أستاذ جميل كلمة عناصر، ما هي أهم العناصر اللي تقوم عليها القصة أو السرد القصصي لتكون ناجحة؟ طبعا عناصر القصة المدرسية الكلاسيكية التي عرفناها منذ كنا طلابا حتى يومنا هذا، الزمان، المكان، الشخصيات، الحبكة، الحوار، الحبكة إلى آخره. هذه العناصر قد يتفوق فيها الكاتب، قد يعبر عنها جميعا بطريقة جميلة. فهناك كاتب يركز على الشخصية، صحيح، وهناك آخر يركز على الحدث، وهناك آخر يركز على الزمان والمكان، يجعل من الزمان بطلا للقصة أو المكان أو ما إلى ذلك. فهذه العناصر تتضافر مع بعضها ويبقى حسب الكاتب الذي قد ينجح فيها وقد لا ينجح. صحيح. يعني أستاذ جميل، توظيف هذه العناصر، ممكن نأتي هنا إلى سؤال أهمية الصور التعبيرية والجمالية خاصة في القصص. سؤال مهم جدا، أنه أساسا الأدب عامة لا يخلو من الخيال، لا يخلو من الصور، وإلا كان كلاما عاديا. أي إنسان هو أديب
مضمر ضمني أو هو فيلسوف ضمني. الفرق بين الإنسان العادي والإنسان المبدع أن المبدع يستطيع أن يعبر باللغة ثم بالصور الفنية اللي هي الاستعارة أو التشبيه أو الكناية. هذا ليس خاص بالشعر، أيضا لها علاقة بالفنون الأخرى كالقصة. فعلى الكاتب إذا أراد أن يؤثر في الآخرين أن يركز على لغته، أن يركز على الخيال، أن يركز على رونق وجمالية اللغة، لا أن يقول كل ما هب ودب وما أراد. صحيح، وتكون نفس ما ذكرت أستاذ جميل، تكون السهل الممتنع عشان توصل أو يوصل الهدف أو الرسالة للقارئ. برأيك أستاذ جميل كيف ممكن نجمع بين الشعر وبعض القصائد في كتابة القصص والروايات؟ أعيد السؤال. نجمع بين الشعر أو والقصة. الأبيات والقصة. الكثيرون من الكتاب، كتاب الرواية خاصة، يضعون في رواياتهم بعض الشواهد الشعرية سواء للآخرين أو لأنفسهم، وكأنهم يقولون أن الأدب يكمل بعضه بعضا. فالشعر هو جزء من الرواية. صحيح. والرواية مش منفصلين عن بعض. جزء من الشعر. ولا أدل على ذلك قديما، مثلا ملحمة جلجامش هي ملحمة شعرية ونثرية في الوقت نفسه. صحيح. القصائد العربية في الجاهلية المعلقات هي أيضا حكايات قصص، ولكن فيها الكثير من الشعرية والكثير من الخيال والصور التي ما زلنا نعجب بها حتى يومنا هذا، كأنها كتبت الآن. صحيح. يعني أستاذ جميل، شو الجمالية التي تضيفها دمج الشعر أو بعض أبيات القصائد مع القصص والروايات؟ هو يعود إلى الكاتب. إذا كان كاتب الرواية بالأصل شاعرا لا يستطيع أن يتملص من الشعر، الشعر يفرض نفسه عليه. يعني عندما يكتب الحدث أو يكتب حبكة ما أو علاقة ما، فإن القصيدة تلقائيا تفرض نفسها عليه فيكتب ما يشبه الشعر أو الومضة الشعرية. هي ليست قصيدة مستقلة بالمعنى الحقيقي للكلمة، هي تابعة للقصة أو الرواية، هي جزء من القصة، هي خلية من خلايا هذه القصة، تتمة لهذه القصة. بعض الناس يرفضون ذلك، يقولون الرواية رواية والشعر شعر. أنا مع الرواية الشعر، فالكثير من شعرائنا كانوا شعراء ولا يكتبون الرواية ثم بعد ذلك تحولوا إلى الرواية، هم لا يستطيعون أن يتخلصوا من ماضيهم أو من تاريخهم، فترين أن الشعر يطاردهم حتى ولو أنهم هربوا منه. صحيح. أستاذ جميل، متى ممكن أن نطلق على القصة أو السرد القصصي لبعض الكتاب إن فعلا سرد قصصي ناجح؟ السرد الناجح إذا كان الكاتب متمكنا من أدواته ولا سيما اللغة، يعني كوني مدرس لغة عربية أركز على سلامة اللغة. طبعا ليس مطلوب من الكاتب أن يكون عالم لغة ويعرف الأعراب وما إلى ذلك، لكن على الأقل يعرف يعني الأشياء البسيطة من اللغة، الأساسيات، الأساسيات من اللغة. وإذا لم يكن يعرف ذلك فيجب أن يدفعه تواضعه إلى أن يرى مدققا لغويا مثلي لكي يدقق له، وهذا ليس عيبا، بل العيب أن ينشر كتابه مليئا بالأغلاط اللغوية والنحوية وما إلى ذلك. سمعت مرة أن نزار قباني كان هناك من يدقق له قصائده وهو الشاعر السوري المتمكن من اللغة العربية خليل مردم، فهذا ليس عيبا، لأن الكاتب الأديب هو ليس لغوي. صحيح. هو مبدع في مجال القصة، في مجال الشعر، المسرحية، قد يقع في بعض الهنات أو الأخطاء اللغوية، هذا لا يعيبه، شيء طبيعي، هو ليس عالم لغة. المطلوب من عالم اللغة ألا يخطئ. هو يعني شخص عنده خيال وعنده يعني إبداع فيبدأ يكتب. نعم. هذه الكتابة. نعم. هناك كثيرون يعني لغتهم العربية ليست 100%، مثل زكريا تامر، لكنه خلاق، يعني يخلق لغة جديدة، لغة فيها براكين، فيها زلازل، يحرك الإنسان، تحرك الإنسان. بينما هناك عالم في اللغة العربية في النحو أو في كذا لا يستطيع أن يؤلف جملة أو بيتاً أو قصة قصيرة. صحيح. ما عنده موهبة، مع أنه ضليع باللغة العربية. هو ليس مبدع، يعني عالم النحو، عالم اللغة، هو متلقي مثل آلة التسجيل يعني، أو الببغاء عدم المؤاخذة. بينما المبدع هو مبدع ولو كانت لديه بعض الأخطاء الصغيرة. صحيح. يعني حتى هني في كلامك أستاذ جميل استخدمت بعض التشبيهات، قلت البراكين والزلازل، أهمية استخدام التشبيه البليغ أو يعني الأنواع الأخرى من التشبيه في كتابة القصة، شو الأهمية اللي تحملها إلى القارئ؟ هو
الخيال أو الصور البيانية يجب أن تكون عفوية، لا أن يتكلفها الشاعر. يعني تعني تكون بسيطة؟ نعم بسيطة. مثلا شاعر مثل أبو تمام كان معروف عنه أنه يتعمق ويبالغ في استخدام الطباق والجناس والخيال وما إلى ذلك، المتنبي لم يفعل ذلك، لذلك نرى أن المتنبي تفوق عليهم جميعا لأنه كان أكثرهم عفوية في استخدام هذه الصور. طبعا الصور تستخدم في القصيدة أكثر مما تستخدم في النثر، ولكن صحيح. هذا لا يعني أن النثر يعني يجب أن يخلو من ذلك. فعلا أنها تضيف يمكن جمالية وتضيف أيضا تعبير ووصول طبيعي. الرسالة بسهولة إلى القارئ. أستاذ جميل، حضرتك ككاتب وشاعر، شو أهم الرسائل أو الأهداف التي يجب أن يركز عليها الكاتب من خلال كتاباته سواء قصص أو روايات؟ يعني ذكرتني بمصطلح اسمه الأدب الملتزم، هو الأدب الذي يكتب للناس دفاعا عن قضاياهم الاجتماعية والإنسانية وما إلى ذلك. أظن أن الأمر تجاوز هذه النقطة. الأدب والفن هو أن يصنع الكاتب الجمال، يزرع الجمال في نفس الآخرين، يولد لديهم طاقة إيجابية، يولد لديهم الأمل. سعد الله ونوس كان مصابا بالسرطان في أواخر حياته في السنوات الأربع الأخيرة، لكنه كتب معظم مسرحياته في تلك الفترة السرطانية، وقال جملة معروفة مشهورة: نحن محكومون بالأمل. فعندما أقرأ مثل هذه العبارة لشخص على وشك الموت فإنه قد زرع في الأمل. إذن الأدب هو أن نزرع الأمل في نفوس الناس، أن نزرع الجمال. يقول أحد كتاب أوروبا، أحد النقاد: الفن أعظم فرح يمنحه الإنسان لنفسه. الفن أعظم فرح يمنحه الإنسان لنفسه، لكن الإنسان الذي لا علاقة له بالفن لا يدرك مثل معنى هذه الكلمة. صحيح، ويدك الجمالية فيه. يعني ليس بالخبز كما يقال وحده يحيى الإنسان، إنما بالفن والأدب وغير ذلك. بالأمل والتفاؤل. يعني أستاذ جميل، هل برأيك تأثير الكاتب ممكن أن يكون وقتي فقط، مثل ما قلت مثلا أقرأ جملة وتبدأ تبعث يعني السعادة والأمل والتفاؤل في النفس، ولا ممكن يكون أثر الكتاب على القارئ أو المتلقي بالمدى أو على المدى البعيد؟ الأديب الحقيقي هو الذي يترك أثرا خالدا في نفوس الآخرين. قبل قليل قلت عن رواية الشيخ والبحر لمنغواي. المنغواي انتحر عام 62، أصبح له كم سنة يعني شيء 70 سنة، ومع ذلك ما زلنا متأثرين بكتاباته. صحيح. وبمفاهيمه وبأمله وغير ذلك. فالأثر الوقتي لا قيمة له. يعني عندما أقرأ قصيدة أو عملا فنيا ويؤثر فيها تأثيرا وقتيا أنساه بعد يوم يزول. هذا ليس أدب، هذا ليس فن. لذلك صحيح. التوفيق الحكيم ماذا قال؟ قال: الفن صعب للفنان وسهل للناس. أنا عندما أقدم فنا ولا أتعب فيه، فنا سريعا سطحيا لكي أشتهر لكي يكون لي سمعة بين الناس، مثل هذا الشيء لا قيمة له. كما نرى الآن في وسائل الاتصال أو في النت الكثير من المواد التي تنشر ولا قيمة لها. فالقيمة، كل القيمة للفن العظيم، للفن الحقيقي. أحد كتاب فرنسا يقول: في يوم مثلج يهطل الثلج بغزارة كنت في غرفتي الباردة والجو خارجا بارد، كنت أتصبب عرقا لأنني لم أجد الكلمات التي تعبر عن حالة نفسية أمر بها. فالأديب مثل حالة الولادة لدى المرأة، يمر بمخاض عسير حتى صحيح. يستطيع أن حتى تولد الكلمة، حتى تولد الكلمة أحسنتي، ويفرح بها الناس ويعيشون سعداء. صحيح. يعني للأدب أو اللغة العربية والسرد القصصي وغيرها أستاذ جميل من الأنواع والإبداعات في مجال اللغة العربية، لها أهمية ولها رسائل أدبية متنوعة ومتعددة. أكيد نتمنى ترجع هذه القيمة، ولله الحمد هي ما زالت موجودة في الوطن العربي، لكن نتمنى يتم التركيز عليها بشكل كبير وبشكل دائم. أستاذ جميل داري الشاعر والكاتب، شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. فاصل وراجعين معاكم نكمل فقراتنا لهذا الصباح، انتظرونا.
القراءة دائما تاخذنا إلى عالم المغامرات، عالم الخيال وعالم الإبداع. دائما لما نقرأ كتاب وخاصة القارئ عندما ينوع نشعر نحن فعلا في مكان هذا الكاتب، والبعض منا يحاول الهروب من الواقع إلى هذا العالم. كيف نختار هذه الكتب وهذه القصص أو الروايات أو العديد من أنواع الكتب المختلفة المتواجدة في مجال الأدب العربي؟ هناك العديد يمكن من النصائح والإرشادات اللي تخلينا نختار الكتاب ونقتني الكتاب الصحيح اللي نقدر نستفيد منه. المزيد معكم في هذا التقرير. كتب كثيرة جدا ووقت قليل جدا. الإنسان في الأغلب يرغب في قراءة العديد من الكتب، لكنه رغم ذلك لا يملك إلا القليل من الوقت، وبالتالي فإن مهمة اختيار كتاب لتقرأه على قدر كبير من الأهمية، ولا بد أن تقوم بها بأفضل شكل ممكن. اختيار الكتاب الجيد خطوة ليست بالسهلة، فهي تحتاج إلى خبرة وذائقة مع بعض الحذر لضمان قراءة مفيدة. فالقارئ المبتدئ هو أكثر من يعاني من حيرة اختيار الكتاب الجيد، لذلك فالمهتمون بالقراءة أوصوا بعدة طرق مناسبة تساهم في اختيار الكتاب الجيد قبل اقتنائه، من خلال ضرورة تحديد الغرض من الكتاب سواء كان للمعرفة أم للمتعة، مع تجنب اختيار أول كتاب نجده أمامنا. ثانياً، الحذر من اختيار الكتاب بناء عن عنوانه، فالعناوين اللافتة البعيدة عن المضمون أحد الأسباب الرئيسية لاختيار الكتاب الخاطئ والعزوف عن القراءة، بالإضافة لأهمية البحث عن اسم المؤلف ومعرفة نبذة عن كتاباته، فضلاً عن البحث عن دور النشر الخاصة بالكتاب. ينصح باستخدام مواقع تقييم الكتاب وسؤال الأصدقاء المهتمين بالقراءة، وبما أنه لا نملك جميعنا أصدقاء يمكنهم مساعدتنا في ترشيح الكتب، وبالطبع عدم شراء الكتب استناداً إلى قوائم الكتب الصادرة حديثاً والأكثر مبيعاً فيما يروق للبعض ليس بالضرورة مناسبة للآخرين، لأن رحلة القراءة تحتاج إلى الزاد، وزادها بالطبع هو الكتاب. إذا كنت لم تختر كتابك بعد، بادر في أسرع وقت للبدء في رحلة شيقة تستمتع بها. يعني قراءة الكتب ليس فقط مهم للأطفال أو البالغين أو للشباب، أيضاً مهم لتثقيف الأهالي ببعض الأمور وبعض المستجدات اللي دائماً موجودة في حياتنا، مثل مراحل التعلم عن بعد اللي في بعض الأحيان فعلاً يعني لازم طلابنا يكونوا متواجدين عن بعد لتلقي هذا التعليم واستكمالاً لهذه المسيرة التربوية والتعليمية، عشان نتعرف على محفزات وشد انتباه طلابنا في مرحلة التعلم عن بعد. راح نتكلم عنها أكثر وعن فوائدها وأيضا عن إيجابياتها مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذة سحر ونيس، مستشارة أسرية وتربوية. صبحت الله بالخير. صباحك سعيدة يا زينة. صباح الخير. يعني أستاذة سحر، في البداية لو نتكلم عن أهمية التحفيز للطلاب في المسيرة التعليمية والتربوية. هنتكلم على التحفيز عامة بشكل عام. هو التحفيز لأي إنسان هو اللي بيحركه إن هو ينجز وينتج ويبقى أفضل. فإحنا لو اتكلمنا عن التحفيز هنلاقي التحفيز في التعليم عن بعد بقى محتاجينه أكتر نظرا لوجود الأولاد في البيت. فكنا بنتكلم أنا وإنتي قبل اللقاء إن عن إيجابيات، عشان نقدر نحفز أولادنا لازم إحنا نشوف إيجابيات التعليم عن بعد إيه. أول حاجة إن كل شيء في حياتنا بيبقى ليه ايجابيات وليه سلبيات، وانت عارفه احنا بنجمع مع بعضنا انا وانت وبنركز غير على الايجابيات اكيد. فلو اتكلمنا عن ايجابيات التعليم عن بعد هنحاول ان احنا نحطها قدام عينينا ونشوفها علشان نكبرها ونستمتع بيها فتقل السلبيات. من ايجابيات التعليم عن بعد هو اول حاجه، يعني اول ما نشوف الايجابيات دي بقى نشوف ازاي نحفزهم عن طريق التعليم عن بعد. الايجابيات كانت من ضمن الايجابيات اول حاجه ان احنا مطمنين على اولادنا، ان احنا مش هم خارجين بره البيت فاحنا قلقانين ممكن يصابوا او يمرضوا. تاني حاجه بقى ان احنا
كلهم موجودين في البيت، دي حلت مشكله كتير جدا كبيره للي عايزين يشوفوها. يعني الامهات اللي كانت بتعاني من ان احنا اللي هم العاملات، ان احنا ما عندناش وقت لاولادنا، ان احنا دايما ودايمين يحسوا بجلد الذات. دلوقتي احنا لو شفنا ان التعليم عن بعد خلى الاولاد متواجدين في البيت، يبقى انا كده كأم عامله او رب البيت ان انا هقدر ان انا استثمر الوقت دوت في ايه، فانا هشوفها ميزه. تاني حاجه، التعليم عن بعد كمان خلى الاولاد يتحملوا مسؤوليه، وطبعا دي الامهات اللي حملت المسؤوليه لاولادها، مش الامهات اللي بدات تشيل عنهم المسؤوليه. لانه صار استاذه سحر مثل التعليم الذاتي، يعني الطفل صار فعلا مسؤول عن نفسه يمكن بشكل كامل، لانه صار المعلم او التربوي بعيد عنه، مش قدامه او مش متواجدين في نفس المكان. ودي كبرت اولادنا، يعني هو هي من ضمن ايجاد هنا كبرت فكرهم ان هم ازاي يتعاملوا مع، ازاي هم يبقوا ملتزمين، هم متواجدين في الحصه في الميعاد، ولما البريك ينتهي يبقى هم لازم يرجعوا تاني للايباد او الجهاز. صحيح. دي في حد ذاتها خلتهم يحسوا بالالتزام، غير المدرسه ان هو عادي ان احنا كلنا في البريك والبريك انتهى، لا هم بقى عندهم زي كده يعني تنبيه ان دلوقتي الحصه، فهم بداوا مسؤولين عن انفسهم. ودي طبعا مسؤوليه الام اللي هي فعلا بتبتدي ان هي تحمل اولادها المسؤوليه، مش بتشيل المسؤوليه عنهم. وبداوا الاولاد يحسوا بالالتزام نوعا ما عن قبل كده، يعني الالتزام تجاه الاشياء اللي هي المفروض يعملوها، لان المسؤوليه اكثر، حس الطالب ان عنده مسؤوليه، مسؤول ان هو اساسا ما بقاش فيه السهوله بتاعه المدرسه، الروتين اتغير وهو بدا تدريجيا يتكيف معاه. صحيح. يعني استاذه سحر لو نتكلم اكثر عن يمكن طرق ووسائل تحفيز الطالب، يمكن بعض المعلمين يمكن شايفين ان الوضع شويه صار صعب ويقول لك انا كيف احفز الطفل وهو مش موجود معي في البيئه الصفيه او مش متواجدين في نفس المكان، شو هي الطرق اللي ممكن يستخدمها المعلم او التربوي عشان يحفز الطفل ويشد انتباهه بشكل كبير في الحصه؟ احنا طبعا بعد ازمه كورونا حسينا بقد ايه المسؤوليه والمجهود اللي بيقوم بيه المعلمين. صحيح. المعلمين فعلا احنا شفنا ان هم كانوا شايلين عننا حمل كبير عبء كبير قوي قوي، وكلنا شعرنا بدوت اول ما اولادنا بداوا يقعدوا في البيت، فهم فعلا بيبذلوا كل مجهودهم. بس هي الفكره كلها ان اكيد التحفيز في ان انا عن طريق ان انا ابقى شايفاكي، ممكن المس الطفل، ممكن ان انا احفزه بكلمات، غير كده هو حياه الطفل مع في المدرسه بتساعدني ان انا احفزه عن اشياء كتير بينجزها، لكن لما بداوا يقعدوا في البيت التحفيز بقى محتاجين ان احنا نستعمل تحفيز مش تحفيز للانجاز الدراسي سوري قد ما هو تحفيز لانه هو يبقى عايز يدخل، يبقى قاعد مستمتع بالماده او هو عايز يدرس الماده دي عن طريق شاشه. فالمعلمين هنا بقى عندهم مسؤوليه ان هم يستعملوا الحاجات اللي تحفز الاطفال، زي مثلا الاولاد، زي مثلا الصور المبهجه، ان هم يبداوا مثلا يقولوا لكل واحد ان هو ان احنا كل يوم الصبح كل واحد فيكم ممكن يجهز كلمه هو اللي يقولها او يلقيها على اصحابه. ان هم مثلا برضو بلاحظ ان في البريك بيقفلوا المايك وبيقفلوا الشاتنج مع الاولاد، والاولاد قاعدين في مكان، هم قاعدين ملزمين يقعدوا في المكان دوت مثلا من سي من 8 ل 2 من 8 ل 1 عدد من الساعات، فيا ريت يسمحوا لهم ان لو انا احس ان انا في مساحه بكلم اصحابي بتواصل معاهم، ممكن يكون ده ازعاج شويه، بس احنا لازم نحاول عشان الطفل شويه يمكن يحس يعني بالحيويه، يحس بالنشاط، فقد السحر، يحس ان كانه في الفصل او في البيئه المدرسيه، فقد مهارات التواصل. احنا كده بنساعده ان هو دي برده من اسباب من سلبيتها ان هي افقدتهم مهارات التواصل، فاحنا لو ساعدنا سيبنا المايكات مفتوحه وقت البريك الاولاد يتكلموا مع بعض هنحس هم يحسوا ان في حياه. برضه من اساليب التحفيز ممكن او المدرسين يستعملوها ان هم يبداوا في اوقات الاستراحه يقولوا مثلا انا في اول الحصه انا مثلا هقول سؤال، هتكلم وهقول سؤال في اخر الحصه، واللي هيقوله هياخد عليه مثلا ستار او نجمه او علامه، فيبقى الطفل قاعد منتبه او قاعد منتبه لكل حاجه انه عارف مش بس مستمع، يستمع ويفهم ويستوعب الدرس. يستوعب. فهو دي كلها حاجات تحفيزيه ان احنا نحرك بيها. برضو في برامج على الايباد ان هي تبقى لكل واحد باسمه درجات بقى على ان هو اللي جاوب الاول، وكمان نراعي شخصيات الاولاد، شخصياتهم مختلفه. أكيد. هو المدرسين عليهم عبء كبير قوي الله يعينهم يعني، بس ان شاء الله يمكن هاي يمكن الطرق التحفيزيه اللي ذكرتيها اللي تشد انتباه الطفل استاذه سحر، تخليه يمكن يحب الحصه اكثر وينتبه، مش مجرد انه قاعد يستمع، لان هو برضه قاعد طول الوقت قدام شاشه، ده شيء ممل. فاحنا بقى بدرنا ايه، يقدر الطفل حركي بعد كده، هو حاجه جديده عليه، احنا ككبار شايفين دوت افضل وعشان صحته، وهي الامور حكمت فرضت علينا كده، لكن هو كطفل لازم ان انا اوجد له حاجه تخليه قاعد، مش مجرد ان هو قاعد بياخد ماده علميه. انا مش عايز احفزه عشان يجيب درجات علامات اعلى، انا عايز احفزه هو يقعد اصلا يسمع ويستوعب ويعمل الهوم ورك. يعني اول حاجه يعني في فرق بين فقط الاستماع، لك الاستماع والاستيعاب، وان الطفل فعلا يستفيد من هذه الماده او هاي الحصه الدراسيه. ومتفقين استاذه سحر دائما انه هو عباره عن مثلث، في ولي الامر الطالب وايضا المعلم او التربوي. كيف ولي الامر يقدر يحفز الطفل ويشجعه انه يحضر هاي الحصص المدرسيه ويستفيد منها من خلال التعلم عن بعد؟
الأولياء الأمور دورهم لا يقل أهمية عن دور المعلم. ولي الأمر هو اللي متواجد مع الطفل، هو اللي بيبقى شايفه. المعلم مهما بذل من مجهود فهو شايفه من وراء شاشة. فأنا كأم إزاي إن أنا أستعمل مع ابني في التعليم عن بعد؟ إحنا كل هم الأولاد بدأوا، حتى هم بدأوا يحسوا إن التعليم بقى زي الأول. أنا أشتغل معاه بالإيحاء، إن أنا يعني مثلا ولا يبقى هو قاعد قدام الشاشة وأنا معدي قدامه كده، يعني ايه دايما اقول بضي عليه في موقف ايجابي، انا سمعتك وانت معدي وكنت بتتكلم بتجاوب سؤال وكنت سعيده. انت عارف ان التعليم عن بعد دوت خلاك بقيت اكثر انتباه، خليه يتشجع اكثر ويجاوب اكثر. بقيت خليك اصلا انت عارف ان انت بعد التعليم عن بعد، انت عارف لما ابتدي ان انا مش بحفزه علشان احنا قلنا مش بغششه، ما اغششه، لا انا ضد لا 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 ضد ان احنا هو يستنى لما ماما تيجي تخلص، لا طبعا، بس انا احفزه ان هو ان انا احسسه ان التعليم عن بعد اضاف لك، فانت المفروض تستثمر الموضوع دوت في ان انت تطور من نفسك. ان انا برضو ممكن نظام المكافئات، والمكافئات على فكره لان هم بقى بعيد عن المدرسه، المكافئات مش المكافاه لازم اجيب له هديه، هو انا ممكن اضمه، انا سعيده بيك. انت المفروض تكون فخور بنفسك ان انت رغم ان انت بتتعلم عن بعد بس ما شاء الله انجزت، ويكون في تواصل بين ولي الامر وبين المعلم. يعني انا لو انا ابني عمل شيء جيد ان انا اتواصل مع المعلم واقول له مثلا هو عمل كده، يا ريت حضرتك تنوه في الزوم على، فبالتالي الاخرين هم يبقى كل واحد متحمس ان هو ينجز شيء تاني. يعني برضو من اساليب التحفيز ان احنا ممكن ان الاولاد قاعدين قدام الشاشات هم عندهم ملل، فياريت يعني في البريك يحركوهم، مثلا ايه مين هيقوم يجيب لي مثلا درهم دلوقتي، فيقوموا يدوروا على يتحركوا. زي مثلا عشان ما يحس يمكن بالخمول او الملل، في بعض الطلاب ينامون استاذة سحر يعني اثناء الحصص. الحصص من الساعه كم تبدا؟ من 8 لين الساعه 2 الظهر او 2:30، ما فيش حركه، وقاعد في مكان مقفول او مكان محدود عليه وقاعد قدام شاشه، دي برضو. بس يعني احنا نقدر ان احنا نساعد اولادنا ان هم يتكيفوا معاها بالايحاء وبالكلمات الايجابيه، وان احنا دايما احنا لو شفناها ان هي ايجابيه وركزنا على الايجابيات هنقدر نوصل لهم ده. لكن هم بيسمعونا نقول التعليم عن بعد والاولاد ما بقوش يتعلموا ومستواهم الدراسي مش مهتم، ايوه ومستوى، وانا اللي بعمل الهوم ورك بداله وهو مش مهتم. فهي الكلمات دي كلها بتديهم فكره عن هو خلاص انت بتقولي كده، طب يبقى هو كده. يعني بتوصل يعني الرسائل بطريقه للاسف سلبيه وليست ايجابيه، بس احنا نفس ما قلتي دائما ننظر الى الناحيه الايجابيه او يعني الناحيه المشرقه من هذا التعلم عن بعد، عشان فعلا ناخذ بايد ابنائنا ونكمل هاي المسيره التعليميه والتربويه. هي زي ما انت قلتي كده، ناخذ يعني دائما اقول كده لما تلاقي حاجه ايجابيه امسك فيها وكبرها واستمتع بيها، هتلاقي السلبي يا اما بيختفي يا اما بيبقى عندك القدره انك تتعامل معاه. وده اللي احنا محتاجينه مع التعليم عن بعد، انه بقى خلاص هو بقى صحيح. يعني استاذه سحر ما نقدر ايضا ننكر دور الاستراحه او البريك. يعني مثلا يمكن في بعض المعلمات يشوفون ان تعلم عن بعد في يلا خلينا نخلص الحصص عشان نكمل، او تشوفين حتى بعض اولياء الامور يقول لك ليش في استراحه او في يعني بريك او فصحى، لا خلي الطفل يكمل. لكن مدى تاثير هاي الاستراحه يعني القصيره على الاطفال وعلى ايضا حبهم للمواد وتحفيزهم للمواد؟ الاستراحه دي وكانها هي الحاجه اللي يعني بتخليهم يرجعوا تاني من جديد. يعني انا تخيلي حضرتك زي يعني هم يكفي ان هم مش موجودين في المدرسه، مش موجودين التفاعل الفعلي مع اصحابهم ومع مدرسينهم، فبالتالي الاستراحه دي وكانها يعني عشان كده بقول الاستراحه دي لو احنا خدنا منها مثلا جزء ان هم لو اللي يقوم عايز ياكل او عايز يشرب، والوقت التاني يبقى فيه نشاط المعلم بيعمله بيكلفهم بحاجه يعملوها، هم هيحبوا الاستراحه دي، هيحبوا وقت الاستراحه وهيشحنوا طاقتهم ويرجعوا بطاقه اكتر وطاقه افضل بعد الاستراحه. لكن الاستراحه دي مهمه جدا، ده هو حتى بين كل حصه وحصه يعني يفضل لو في 5 دقائق بس نشاط، مسابقه، صح، اي حاجه تحركهم من الكرسي، اي حاجه تخليهم يشغلوا عقلهم في شيء اخر. لأنه المدرسة مش قدامه أو المعلم مش قدامه، بالتالي تحسين الطفل ممكن يبدأ يتحرك يبدأ يلعب، لكن طول ما هو عارف إن في استراحة سواء كان مدتها 5 دقائق 10 دقائق راح يكون عارف إنه راح يقدر يرتاح يقدر ياكل يقدر يتحرك. وأجمل شيء لو تقول في الاستراحة دي إحنا هنعمل نشاط، نشاط أنت وأصحابك تشتركوا في نشاط، أو في الاستراحة أنا هسيب لكم الشات مفتوح وتتكلموا مع بعض، بس إيه تبقوا ما حدش يضايق التاني مثلا أو كده. فقد إيه وأنا قاعد أنا مستمتع بالحاجة، مش مستمتع يعني بحاول عشان بحاول أكون مستمتع يعني مش متضايق وانا قاعد قدام الماده التعليميه، بس امتى تخلص بقى علشان انا ايه في حاجه تانية مستنيه في الاخر. لان الاولاد بصراحه كمان الجيل ده جيل مختلف، يعني حضرتك هم ما عندهمش هم حركيين ما عندهمش طولة بال، يعني هو اصلا لو بيتفرجوا على فيديو بيبقوا عمالين يجروه هيخلص امتى عشان يشوف اللي بعده بالظبط، لو هو دقيقتين فكوني انا قاعده قدام شاشه ما فيهاش اي حراك لمده طويله لا طبعا.
وحاسس انه يمكن ما في مراقبه فعليه من المعلمه تشوفيه ممكن يعني نفس ما قلنا يبدا يتحرك يعني ما يستفيد في النهايه من يتحرك والمعلمه تقول مش شايفاك انت رحت فين ويفتح المايك لا ده وتنادي عليه وما يرد عليها الله يعينهم المعلمات اي والله يعني استاذه سحر اهميه التفاعل من احنا قاعدين نتكلم عن التحفيز وشد الانتباه اهميه تفاعل الطفل مع المعلم لما يتفاعل الطفل مع المعلم شو الأهمية اللي يمثلها أو الآثار الإيجابية اللي ممكن تحدث على المسيرة التعليمية فيما بعد؟ التفاعل الطفل مع المعلم هو ده اللي بيشعره بقيمته هو اللي بيخليه يشجع على الإنجاز أكتر ودي برضو مسؤولية المعلم إن هو يعرف إزاي يشجع الطفل يعني هو مثلا في شاشات طبعا الوضع بقى مختلف عن الحضور الفصل في الشاشات هنلاقي مثلا أنا أنتبه للطفل شخصية الأطفال أو الطلاب اختلاف شخصياتهم هو اللي بيحدد لي أنا كمعلم إزاي أتعامل معاهم فانا كل ما انا ابقى عندي وعي ودراسه بشخصياته يعني مثلا الاقي ان هو مثلا اللي بيخلص يعني انا ببقى شايفه مع ابني مثلا اللي بيخلص في الحصه انا خلصت قبلهم ويبقى عمال عامل ازعاج للباقيين فالمدرس يشوفه ان انت مزعج او ان انت لا هو دوت عايز يلفت الانتباه دوت تالنت دوت عنده شيء انت بدل ما تقول له هو متحمس ان خلص اول واحد بس يبقى ياخد كل مره شجعه اديله طب حاجه ثانيه يعملها صحيح. هو دوت انا ممكن اقول عليه ده مزعج او يتواصل مع الام ان ابنك بيعمل قلق في لا هو الولد عايز يلفت الانتباه ليه انا عندي حاجه ونلاقي مثلا المدرس برده المفروض هو يحفز الشخص الثاني هو بيبقى قاعد انا مش شايفك انت فين انت ما بتتفاعلش ليه فيفضل المدرسين يبقى دوت يبقى انا كمعلم انتبه لشخصيات اختلاف الشخصيات بين الطلبه اول ما اعرف كل واحد محتاج ايه انا هرتاح وهريح الطالب لكن لما انا ابقى اتعامل معاهم كلهم زي بعض انا هبقى مش عارف ان انا احط كل واحد منهم على الطريق الصح لان المعلومات والتعليم لما يكونوا يتعلموا بشغف ده بيخليهم ان هم ينجزوا افضل يديهم تقدير لذاتهم يعني واحنا دلوقتي انا كل تفكيرنا ان احنا نطلع اولاد مؤكدين ذاتهم يعني شخص يعرف يقول لا للغلط لان المجتمع مفتوح والمرحله الجايه المتغيرات والفتن بتبقى اكتر فانا هدفي كله ان انا اطلع شاب او فتى قادر يقول لا للغلط قادر يقول هو ده هيجي له منين ان هو يكون شايف نفسه ايه فانا مش شايف نفسي ان انا مزعج لا انا مش مزعج انا عندي حاجه لازم تقدرها اللي هو ما بقاش قاعد مركز ده ما بيركزش ليه هل ده عنده مشكله ولو احنا كمان كامهات لما يعني بنتعامل مع المعلمات لما يجوا يشتكونا من ابننا ما نبقاش ناخد الايجو بتاع لا انا ابني ما يعملش لا ممكن يكون هو نتوجه لاسلوب العقاب او الضرب يعني استاذه سحر نحاول نشوف وين المشكله عشان نحلها بالضبط لازم المدرسين دورهم يعني اسمه مربي وبس يعني لا المدرس دوره اكاديمي اكتر من تربيه فلما يكون في مشكله سلوكيه في ابنك انت مسؤوله تعدليها يعني صحيح. مش يعني لما يجي مشكله في النهايه شيء مشترك يعني استاذه سحر الطفل يتواجد في المدرسه او حتى في نظام التعلم عن بعد فترات طويله او ساعات طويله فممكن نقول انها التربيه او تحسين او تعديل سلوك الطلاب شيء مشترك بين اولياء الامور وايضا المعلمين بس المعلم ممكن يلفت نظري ويساعدني لكن انا الاساس ان انا مسؤول ان انا اعدل سلوك ذات التعليم عن بعد خلينا نشوف احنا كاولياء امور بقينا نشوف اولادنا بيبقوا ممكن يكونوا عاملين ازاي يعني فبالتالي احنا تعديل السلوك دوت شوف الاتيتيود او يعني سلوكهم كيف صاير في الحصص او تقبلهم لبعض المواد الدراسيه وردودهم يعني انا وانا بعدي من غرفه ابني وكده اسمع هو بيرد على اصحابه ازاي انا احنا التعلم عن بعد دوت كان ممكن نكتشف فيه شخصيات مختلفه غير احنا عايشين معاها احنا خلصنا نعالج بقى يعني نعالج القصور وندعم الاشياء الجيده لان احنا اولادنا فعلا احنا الفتره اللي جايه اكتشفنا ان احنا كنا مع يعني لما قعدنا فتره كورونا اكتشفنا احنا ما كناش نعرفهم اشياء ما يمكن الام خاصه ما كانت تعرفها قبل قامت تعرفها يعني استاذه سحر قمنا نكتشف شو المواد اللي يحبها الطفل كيف طريقه تحفيزه الطفل كيف يحب يقعد كيف ممكن يتلقى المعلومه من المعلم شو هي سلوكياته اثناء الحصه بالضبط دي كلها الحاجات دي كلها بقى لو انا كأم جمعتها وحسيت ان هي مكسب من التعليم عن بعد ابتدي اطورها ابتدي اعدل القصور فيه ما هو اصل التربيه مش سهله وانا عشان اطلع ابن يعني شخص صالح لنفسه وللمجتمع لا محتاج مني مجهود واللي بستثمره فيه دلوقتي هيعود عليا بعد كده وعلى المجتمع لكن ان انا بقى اتغافل او ان انا لا التعليم عن بعد اظهر للمدرسين نفسهم حاجات كتيره كانوا بيتجاهلوها في الطلبه فلما المدرس تيجي تشتكي لي من ابني انا بتعاون معاها اتعاون معاها لان هي دورها اكاديمي انا دور السلوك دوت هي بتساعدني في الدور السلوكي لكن السلوك تخصصي انا مسؤوله كأم ان انا ازاي اعدل سلوك ابني صحيح لان هي اللي معاه في البيت يعني استاذه سحر يمكن ركزتي على كلمه الاختلافات بين الطلاب المتعارف عليه
الطلاب مختلفين، سواء في نسبة الاستيعاب، نسبة الحفظ والعديد من الأمور، وحتى في نسبة الذكاء أثناء الحصص المدرسية وحبهم أيضا للمواد الدراسية أو الحصص. أهمية تركيز المعلم على هذه الاختلافات واستثمارها أثناء التعلم عن بعد. المعلم الواعي والمدرك، يعني هو انا بحب كلمه ادراك، لان المعلم لما يكون مدرك لاوجه القصور عند الطلبه واوجه التميز هيقدر يتعامل معاه. فانا عندي ابن، عندي طالب، انا عارف ان هو في الماده بتاعتي، الماده هو ده مستواه فيها، انا بقى ما زدتش عليه وحاسسه ان انت سيء جدا، لا انا ابتدي اعرف. هل ما استخدم هاي المصطلحات، انت غبي ما تفهم، دي أسوأ مصطلح. راح يكره الماده للابد. هيكره، يعني هيكره الماده ومش هيحب الحصه ومش هيذاكر، غير كده بقى، غير كره الماده والوقتيا، هو دوت حط في عنده عصوره عن نفسه ان انا غبي. فهتلاقي الشخص ده بيطلع في حياته سطراني كما تقول، يعني لو اب ام بتقول لابنها انت غبي يعمل حاجه بينه وبين نفسه خلاص هيتعود غبي فعلا. فاختيار الكلمات دي محتاجين ان احنا نتعلمها، المسميات اللي بطلقها على ابنائنا سوري يعني بتبقى كده فيهم مدى الحياه، وهم وهو زوج وهو موظف وهو بيشتغل وهو صديق. فاحنا نتخلص، ننتقي الفاظنا، ننتقي الكلمات، لان الاولاد كمعلم او كاب او كام اولادنا بيبقوا مستمرين تقديرهم لذاتهم بدايه من الاب والام، بعد كده بينتقل لمرحله التعليم. فكلمه المعلمه بتقول لي عليها، انا شايف هي شايفاني كده، فبالتالي لما انا ابتدي ان انا ما احكمش على الاشخاص، يعني هو ماده كده ممكن ابتدي اشوف، ممكن يكون في اولاد بيكرهوا الماده من عدم حبهم للمعلم فعلا، ممكن اكون انا مش من صعوبه الماده، ممكن من عدم حبك للمدرسه، ممكن تلاقي ماده صعبه جدا والاولاد بيروحوا مبسوطين، لان اصل هو بيضحك، اصل هو بيعاكسني. عارفه حضرتك لما يكون في الروح، الحوار بحب بيخلي الاولاد هم عايزين يحبوا الماده وعايزين يتعلموا اكتر ويظهروا قدراتهم. ما انا لما احبك ابقى عايزه ابقى قدامك ان انا باني ان انا يعني ان انا افضل ما يكون. فلما اكون احب المعلمه اكيد انا هبقى عايز، حتى لو ما بحبش الماده احاول اعمل الهوم ورك عشان تقول لي برافو، ولو هي كمان اساليب التشجيع. والمميز ان انا برضو مميز اديله قدره، مش عشان انا اساعد اللي هو مستواه كده، لا المميز يبقى هو ليه قدره، بس ما يعني ما اصدرش احكام ولا اخفض من اهميه اللي هو مستوى اقل. يعني صحيح، يعني هي تكون مثلا احنا دائما نقول هي مسيره تعليميه تربويه، يعني استاذه سحر، يعني نشجع ونحفز ونقدر يعني الطالب اللي نسبه استيعابه عاليه او الطالب المتميز في مجال ما، وايضا الطالب اللي شويه مستواه ضعيف نبدا نشجعه، نبدا نعطيه انشطه مختلفه عشان يوصل لهذا المستوى. ونشوف توجهه فين، ما هو يعني احنا عايزين دكتور، عايزين مهندس، لا هو المعتقدات دي معتقدات قديمه جدا عفى عليها الزمن. صحيح. مش افضل واحد الدكتور ولا افضل واحد المهندس ولا افضل واحد المدرس، هو افضل واحد الانسان الناجح في مجاله ايا كان مجاله ايه. فانا ممكن ابني بيكره الماده دي، خلاص اوكي انا اشوف بقى هو متميز في انهي ماده تانية، بيحب انشطه ايه. لكن انا عن نفسي ضد ان انا احصر ابني من الصغر في علامات ودرجات ونجاح دراسي بس، وهي فقط تقييمه. لا، ابنائنا مش نجاح دراسي بس، ابنائنا يا كم من انسان شخص في مركز مرموق وهو شخصيا لا يعني شيء، في مركز مرموق وبيحقق نجاحات في مركزه وبيحقق بيدخل اموال، بس هو كشخص انت ما تقيش تقعدي معاه، ما عندهوش الاساليب بتاعه التعامل، ما عندهوش تقدير، ما عنده المهارات او السكيلز. فبالتالي انا عايزه ابن ناجح في الحياه العمليه والعمليه في نفس الوقت، فده مش هيجي لو ركزت على التعليم بس، انا كده بخسر جانب اهم كتير جدا من التعليم. صح، يعني هي شخصيه متكامله استاذه سحر، وهي عمليه تربويه تعليميه مشتركه بين اولياء الامور والطلاب وايضا المعلمين والتربويين، ونركز دائما على الايجابيات الموجوده في التعلم عن بعد. في التعلم عن بعد، الايجابيات الموجوده في ابني، الايجابيات الموجوده في المعلم اللي بيعلم ابني. صحيح. لان هي يعني هي لما كان ما تنظري هي يعني هتلاقي يعني فعلا، يعني في النهايه تنظري وجهك دائما نظر ايجابيه، نشوف الجانب المشرق والجانب الايجابي من هذه المسيره عشان اكيد ابنائنا نخليهم شخصياتهم متكامله سواء في الناحيه الدراسيه وايضا في حياتهم يعني بشكل عام. استاذه سحر ونيس، مستشاره اسريه وتربويه، نورتينا لهذا الصباح. النور نور. يعطيك العافيه. شكرا لك للحوار الجميل ده. يعطيك العافيه. فاصل وراجعين معاكم في الفقرة الفنية لهذا اليوم، انتظرونا. داش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويحملوا شمسي وانا بايام الصحو
وما حدا نطرني. قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويحملوا شمسي وانا بيام الصح وما حدا نطرني. صار لي شي 100 سنة مشلوحة بهالدكان ضجرت مني الحيطان مسيت حي تقول وانا عيني عالحلا والحلا عالطرقات غني له غنيات هو بحاله مشغول نطرت موعيد الأرض وما حدا نطرني. يعطيك العافية، يعني صراحة ما أعرف شو أقول، خليت صباحنا يبتدي بطاقة إيجابية بسعادة وأمل وتفاؤل. المطرب ولازم أقول الفنان شادي شعبان، صبحك الله بالخير. يسعد صباحك وصباح كل اللي عم يسمعونا. يعطيك العافية. ميرسي إلك. يعني شادي كانت بداياتك في استديو الفن عام 2010، كلمنا عن هاي التجربة. تجربة استديو الفن كانت تجربة يعني كثير كبيرة بالنسبة لإلي. بتعرف لما ناس عندهم هالخبرة يعطوك رأيهم بصوتك إنه أنت إنسانة مؤهلة تكوني يعني تنقبلي بهيك برنامج خرج مطربين مشاهير كتير كبيرة أسامي معروفة وبعدها ما زالت لحد اليوم. فهيدا كان محطة كتير كبيرة بحياتي، أعطتني أكتر ثقة بحالي، لأنه بتعرفي واحد بلش هواية. يعني أنا من عائلة الماما كمان بوجه لها تحية يعني الله يخليها، يسعد لي صباحها بتحضرنا هلا. فهي هيك وراثي بالعيله ونحن بنغني وصوت حلو وصوت حلو، بس انا كان عندي هيدا الطابع اللي انا حابب هيدا الشيء، هيدا الشيء فيه حابب يعني في شيء بدي اقدمه. مزبوط. فكانت محطه كثير كبيره، بالعكس بلشت اقوى اكثر، ادرس اكثر، اتعلم، فوت بمجال الفن بشكل احترافي اكثر، لانه يعني بتكون الهوايه هيك يعني شيء عادي. فكان شيء كثير مهم بالنسبة لي وعطاني كثير ستيب قوية، ولحد هلا بس أقول استوديو الفن هيدا شيء كثير كبير بالنسبة لي. الحمد لله، يعني تشعر يمكن أكيد. بهذا الشيء انه كان محطة فخر لك. شادي، يعني هذه البداية كيف أثرت على اختياراتك للألوان الغنائية؟ المتعارف عليه الألوان الغنائية على الساحة الفنية والساحة الغنائية بالتحديد متنوعة ومختلفة، شو الألوان اللي تشوف نفسك فيها؟ شوفي، أنا بشوف نفسي بالألوان اللي الطابع الجبلي أو الطابع، خليني كمان لأنه المطرب حلو يغني كل الألوان أو الطرب الشعبي. بس نحن وقعنا بين، كيف بدي اقول لك، بين الماضي وبين الجديد، فصرت بدك عن جد تعرفي كيف بدك تقدمي، شو بدك تعملي ستايل لك، تعملي لون معين لك. فانا شخصيا بحب غني كل الالوان، ماني للون معين، مش حاصر نفسك في لون معين او مكان معين. بغني عراقي، الخليجي، المصري، اللبناني، اي شيء بحس حالي بعطيه روحي. عرفت عليك؟ أكيد شيء كتير مهم واحد يعرف كمان شو بدي غني، شو بيلبق لصوته، لأنه هيدا اللي بينجح الفنان. يعني بينجح الفنان بس تقولي، بس تسمعي صوت هيدا المطرب، هيدا فلان أو هيدا فلان.
فعلاً لو حصرت يمكن نفسك في مكان معين أو لهجة واحدة أو لون غنائي واحد شاد يمكن ما توصل لكل الناس الموجودة في الوطن العربي، والناس في النهاية أذواق، يعني أذواقنا متنوعة ومختلفة. يعني شادي الفنان ليس فقط أداء، ليس فقط أغنية، بل هو كلمات، توزيع ولحن وغيره. هل هي هاي فقط عوامل نجاح الفنان ولا في عوامل ثانية ممكن تأثر عليه؟ شوفي، ما هو اختلفت يعني العصر اللي قبل غير العصر. كان قبل الصوت أهم شيء، هلا صار الشكل غير، صار بدك تكوني انت بشكل حلو بستايل ديفرنت. يعني هلا شوفي في كثير ناس هلا عم تنجح بالوقت الحالي كحاله، بتبين بشيء غريب بتنجح لفتره وبترجع بتروح، بس الاصل بضله اصل. يعني هلا ما فينا ننكر انه مثلا المدارس اللي كنا نسمعها، خلينا نقول اهم المطربين المعروفين، فهيدي بتبقى هي الاساسيه البيسك، عرفتي كيف؟ فكثير مهم اكيد واحد يعرف الكلمه، لأنه حلو يوصل رسالة بغنيته، لأنه هو بالنهاية عم يقدم شخصيته للعالم. اللحن اللي بيختاره، وهيدا بيخلي الشيء يكون كتير صعب على المطرب، لأنه كل عمل بيعمله بصير العمل الثاني أصعب عليه. ليه؟ لأنه بده يقدر يعرف كمان، مثل ما ببلش واحد بالسهرة. يعني أنا ما كنت بلش أغني، شادي غني لنا هاي، غني لنا هاي، غني لنا هاي الغنية، صرت أعرف شو الأكثر شيء الناس بحبوه وشو أكثر شيء أنا برتاح له وهيك بحس حالي فيه وأقدمه للناس. أكيد وتشوف شو اللي يتماشى مع الأذواق. يعني شادي ذكرت كلمة عمل، عندك عمل خاص بك هي أغنية وأيضا صورتها فيديو كليب، كلمنا عنها وبعدين راح نسمعها. أوكي أوكي. شوفي هيدي الأغنية كنت بدرس أنا عند أستاذ فوكاليست، هو بيكتب وبيعمل ألحان، فقال لي بدي سمعك هالغنية، وسمعتها هيك كتير يعني حسيتها وكانت ستايل مهضوم، ونزلت بوقت كان هيدا الجو بعده عرفت كيف، غير هلا الأجواء الثانية كان بعده مقبول، فكتير حلوة شدتني. وصرت تعرفي لما أنت تكوني عم شيء عم تغني سمعي لأصحابك وللناس، حلو 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 حلو، هذا شيء شجعني. عملت لازم واحد يكون عنده عمل، بالعكس هذا بيعطيه هوية ليقدر كمان يقدر يوصل لمحلات أعلى بال. طيب أنا حاب أسمعها منك الحين الغنية مباشر لايف. يلا 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 تفضل. من غمرت غرامك ومن احساسي لي، من رقه كلامك ومن نظره عينيك، بنسى الدنيا حبيبي حولي وحواليك، شو قيمة قلبي بلا حبك، شفت عني الدقات لك ريتو يقبرني ربك، الجابك عالحياة انت النفس انت الغرام انت الهوى انت الكلام انت السني انت الايام واحلى الذكريات، شو قيمة قلبي بلا حبك، شو بتعني الدقات لك ريتو يقبرني ربك، الجابك عالحياة. يعطيك العافية. طب كان كملت شوية. يعني طيب شادي ليش اخترت تصور الأغنية؟ يعني كلماتها وايد حلوة وما شاء الله تغنيها شيء بإحساس وبحماس، ليش بعد يعني جربت إنك تصورها أو صورت لها الفيديو كليب؟ صورت لها الفيديو كليب لأنه أول عمل عندي حلم أنا إنه أعمل أغنية وصورها وبين للعالم، لأنه بتصدقي بعد الفيديو كليب الناس بتسأل مين؟ يعني مع الفيديو كليب ومع الضجة الإعلامية ومع السوشيال ميديا، هيدا أنت، يعني حلو العالم تعرف وجه الشخص، بتتعود عليه. شيء كتير حلو ببين شخصيته وهويته، كمان هو بيعرف كيف شو بيصير يقدم أحلى، عرفت علي كيف؟ فالتصوير كتير مهم. يعني هلا نحن بعصر السوشيال ميديا والتصوير وهيدا كله بيأثر بالفن. صحيح. يعني ذكرت السوشيال ميديا شادي، كيف نشوف تواجدك على السوشيال ميديا أو كيف تشوفها فعلا تدعم الفنان خاصة فيها في هذا العصر، عصر التحديات وعصر التكنولوجيا الحديثة؟ أنا ظالم حالي شوي بالسوشيال ميديا بصراحة، لأنه ما كتير أكتف، بس بالعكس السوشيال ميديا أنت حتوصل إلى العالم، هي خلينا نقول شباك أنك أنت، وهيدا شيء لازم كل واحد يستفيد منه، أنه أنا أوصل لكل العالم، بدي أعرف
كل الناس يقدروا يوصلوا لك. بالعكس صح، كثير مهم، سهلت اشياء كثير، بينت عالم كثير. فالسوشيال ميديا هو شيء اساسي صار بحياتنا اليوميه. بتشوفي حتى يمكن بنبقى عم نعمل اكله او بنصورها او طالعين بشي محل، كل شيء في حياتنا صرنا نصوره، كل شيء. يعني عرفتي كيف؟ يعني مثلا في ناس بينزلوا ستوري بمطعم، بتصيري تسالي انه بتشوفي الاكل كثير طيب، وين هالمكان؟ وين هذا المكان؟ هو هيك يعني مثلا التصوير كثير مهم، جدا مهم. وفعلا يعني مهم، خاصه يمكن شادي للفنان او المطرب بشكل يعني خاص، انه يكون متواجد على السوشيال ميديا بشكل طبعًا دائم طبعًا ومستمر عشان الناس ما تنساه. 100% لازم يضل على طول، حتى بشكل يومي كثير منيح، بشكل يومي لازم، يعني ما لازم يكون كسول مثل عشان ما ينطفى. اعتبر حالي كسلان شوي. لا خلاص، من اليوم رايح شجع نفسك انك دائما تنزل، عشان يمكن يعني مش بس انك تزيد عدد المتابعين، الناس دائما تعرف يمكن الابديت والاشياء الجديده الخاصه بهذا المطرب او هذا الفنان. شادي، التنافسيه موجوده بشكل كبير على الساحه الفنيه او الساحه الغنائيه، كيف الفنان يقدر يثبت نفسه في هذا العصر؟ شوفي هلا برجع بقول لك انه مش سهل بس مش صعب بذات الوقت، لأنه أنت إذا بتعمل شيء حلو العالم حتحبه، وتعمل شيء مميز العالم حتنشد له. فمنه صعب صعب ومنه سهل سهل، بدك أنت عن جد تكوني بتعملي بذكاء بالموضوع، بتعرفي شو بدك تختاري، لأنه فيك تعرفي السوق شو عم بغني، تغني مثله بكل بساطة، بس أنت حاولي تعملي شيء غير يخليك، لأنه هلا بتشوفي بكثير من الأغاني، يعني هلا اذا بنجي نسمع اغاني القديمه بعدك حدا هلا بسمعيها صح كل الاغاني، بس هلا في اغاني بتقطع، اذا بترجع تحطيها مره ثانيه بتقولي خلص زقت منها، صار في شيء جديد. فحلو يختار شيء واحد يعني 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 ياخذ وقت يعني يعيش. فعلا يعني شادي، اهميه تغيير الفنان، بما ان ذكرنا السوشيال ميديا وهذه التغييرات وهذه التكنولوجيا، اهميه خروج الفنان من الصوره النمطيه عشان ما تكون لك صوره نمطيه مثلا معينه عند الجمهور او المشاهد، كيف ممكن تجدد وتغير هذه الصوره والمشاهد دائما يشوفك في تغيير وفي تجديد؟ باختيار الالوان الغير، يعني مثلا اختار اغنيه، بتشوفي مثلا عندنا بلبنان مثلا كثير مطربين بيغنوا مثلا اللهجه المصريه، بيغنوا الخليجي، بيغنوا العراقي. صح. حلو واحد يبين صوته باشياء غير، يكون عنده لون معين اكيد، لانه هو بالنهايه هيدي هويته. يعني انا حغني لبناني لانه انا لبناني، بتلاقي العراقي بتلاقي اللون بيبقى بصوته، الخليجي مع هويته اكيد، مثل شربان من ميه هالبلد هيك سبحان الله. فبالعكس كثير مهم واحد ينوع، يختار حلو، يغني الوان متعدده، ويعرف يعني شو 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 الناس كمان، يعني مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه متابعينه يضل دائما ليعرف شو بدهم، شو حابين. صح. يلاقي حاله بشي شو حابين يسمعون منا. طب احنا حابين نسمع منك لون ثاني. اوكي يلا. غير اللبناني، يا خليجي يا مصري. بنقول من في عندي اغنيه عراقيه ضحى بيها، هذه كمان كثير عالم. تمام نسمعها. عمري ما قلت للناس محتاج، عمري ما قلت للناس محتاج، حست نزلت محتاج اشوفك يابا، من اشتاق احط ايدي انا، من اشتاق احط ايدي على قلبي انا، اطمن عليك انت 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 بمكانك، واذا عني بعدت حبيبي حبيبي معناها ما اعيش، لان قلبي 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 يدق بس علشانك، والله علشانك. دينا را 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 ضحى بيا، لا صدق هاي قوية، جبت عمري أضحي لا خان بيا، عافني وجاز دلالي بالأذية، لا صدق هاي قوية. أول ما إجت فرصة علّوا طار، طار الفوق عاف الشوق، راحوا يا الهوى العالي، لأن مني طلع مخنوق، صرت مالوك صرت مالوك. إلى هنا وتنتهي
عشرتكم المحلوة ما اريد انا بعد بعد حبة طلع ما يسوى والعافني هو الخسر فاضل علي السوى والفوق فوق يضل ترى والجوا يبقى جوا. يعطيك العافية. الله يسلمك. يعني شادي نتكلم عن العزف، اختيارك للعزف على آلة وترية، آلة العود، كيف تساعدك على اختيارك وانتقائك للكلمات والألحان؟ العود أنا مقصر كمان بحق حالي بالعود. برجع بقول لك هالكسلنة كانت لأنه لا من اليوم ورايح خلاص ما تقصر بشيء. كنت بعمل اثنين دومينز، يعني كنت بشتغل بريل ستيت وعقارات وكذا وشوي للفن، يعني أنا ظلمت حالي. فالإنسان إذا بده يطلع مي من الأرض بده يحط هالماشين وينزل نزول، مش شوي هون شوي هون شوي هون شو ما توصلي. فهيدا الديستراكشن اللي كان أثر كتير، فهو لازم الواحد دائما يحط جهد وعمله ليلمع بالشيء اللي عم يعمل. ان شاء الله هلا يعني شوي هيك كنت غيبه، بس ان شاء الله هلا وهي اول استضافه، انا كثير مبسوط انه انا معك، لي الشرف عن جد. فان شاء الله انه تكون شيء كثير كثير كبير. العود كثير حلو، ليه؟ بخليك تعرف انت طبقات صوتك، النغم، يعني اهم المطربين اذا بترجع لفريد الاطرش ومحمد عبد الوهاب كله كان العود اساس، يعني بدك تغني لازم تكون تعزف. ليه؟ لحتى تغني صح. هلا هالايام انت بتشوف الناس صار بيغني كيف ما كان، ما عارف طبقات صوته وما عارف شو بده يغني، بتسمع احيانا ناس بدناش تقولي مثلا نشاز والله بيغني، عرفتي كيف؟ فكتير مهم العود، بيساعدك بشو؟ انك تحسي بالاغنيه اكثر، يعني رفيق، بتحسي انه هالآلة الوترية اللي عم تخليك تعطيك احساس اكثر، في 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 فيلينج هيك انت والصديق هيدا بيعطيك تكون في علاقة صحيح شادي بينك صح. وبين يمكن آلة العود الحمد لله. طيب شادي، يعني ممكن تعزف بعض الأغاني اللي نقول عندها شوية إيقاع سريع أو الأغاني السريعة على العود، ولا تشوف يعني الأفضل الأغاني الطربية؟ لا لا بالعكس، هو العود لأنه هو آلة شرقية أكثر، شوي بتاخذ الطابع الأغاني الطربية لأنه في شرقي يعني ك ك ك ك كآلة. بس فيك تعزف على اللي بدك، فيك أنا نعزف دبكة ونقوم نرقص، يعني عادي هي ذاتها عادي، يعني حسب استخدام الفنان لها. أكيد أكيد، أنت بتعطي الروح، يعني أنت بتعطي الروح لهذا الشيء، عرفت علي كيف؟ صحيح. هو مرة قال لي أستاذي عاد ما بتعطيه قد ما بيعطيك، هو فعلا عن جد قد ما بتصرف في وقت، يعني قال لي بدك تعامل هيدا الشخص كيف واحد بيعامل حبيبته، عرفت كيف؟ برقه وبيعطيها وقت، قد ايه بيعطيه اهتمام، قديش هالشيء بيعطيكي. فسبحان الله حتى العود في صله صحيح بينك وبينه. اكيد يعني مبينه هالعلاقه الجميله وهذا الصوت الجميل وانتقائك للكلمات والاغاني. شادي شادي اكيد راح ارجع لك وراح نسمع منك اغنيه في الختام. المطرب شادي شعبان نورتنا لهذا الصباح. وصلنا لاخر فقراتنا لهذا الصباح، انتظرونا غدا مع فقرات ممتعه وشيقه. كم ليومكم بالطاقه الايجابيه بالامل والابتسامه، دمتم في امان الله. تفضل. بدك تسمع شيء موال او منسمعك شيء غير منوع؟ منوع. اخ يا ابني، يا ابني بلادك قلبك عطيها وغير فكرك ما بيغنيها، ما حميتها يا ابني من الويلات، ما في حدا غيرك بيحميها. بيك موصيلك قبل ما مات، هل بلادك صلاة للحب صليها يا بو، لو عليها تقلت الحملات ومشي عين غدر طلعت فيها مثل الأسد، خليك بالحزات
صرخة بطل على الكون ودي يا 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 ها يا ابن السماء تضحك لك وتحميك وتضل درب العز تمشي والغار كل مو